دكاتره. النهارده هناخد اخر محاضره لينا في الاوبستريكس ان شاء الله، اللي هي هتبقى تقريبا اكنها يعني تجميعه كده الدايجنوزس اوف بريجننسي والفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي والانتينيتال كير. طبعا دايجنوزس اوف بريجننسي ده احنا اتكلمنا عليه كتير قوي واحنا بنتكلم على البليدنج ان اولي بريجننسي، ازاي ان احنا ندايجنوز ان واحده ست حامل. بريجننسي ده احنا هنعمل انفستيجيشن. طبعا هي ممكن تجي لك بهيستري ميس بيريد بالظبط، كانت تيجي تقول لك ان انا عندي ميس بيريد او كده، فانت تبتدي انها تشك ان هي حامل فتعمل لها بريجننسي تيست. ايه هو البريجننسي تيست؟ يعني بنتست ايه؟ بيتا اس سي جي. فهل بنتست البيتا اس سي جي ده في اليورين في البلاد؟ في بنتسته فين؟ يورين يعني بلاد ما ينفعش؟ ينفع بلاد ينفع. طب انهي اللي هيبان بدري اكتر؟ البلاد، لانه لازم يوصل لليفل معين في البلاد عشان يبتدي ان هو ينزل في اليورين. فهو اكتشلي لا، اللي هيبان بدري هو البلاد تست. بدري يعني ايه؟ يعني ايه بدري؟ يعني هي دلوقتي جات لها ميس بيريد، تعمله امتى يبان في البلاد تست؟ ايه رايكم؟ يومين. اللي هي وانس ان هي عندها ميس بيريد كويس، يعني المفروض كانت البيريد تجي لها مثلا النهارده ما جاتش، لو راحت تعمل بريجننسي تيست هيطلع لها البريجننسي تيست ده بوزيتيف. طب بتعمله كوانتيتيف ولا كواليتيتيف؟ يعني ايه كوانتيتيف؟ كوانتيتي رقم، يطلع لها رقم اللي هو اختبار حمل رقمي او اختبار حمل هرموني بيقولوا عليه او رقمي، ان هو يطلع لها رقم، ده الكوانتيتيف. الكوانتيتي اوف ذا بيتا اكس جي قد ايه؟ طب امال يعني ايه كواليتيتيف؟ يعني بص كواليتي يعني از ات بوزيتيف اور نيجاتيف، بس كده كواليتي. كواليتيتيف بوزيتيف او نيجاتيف. طبعا الكوانتيتيتيف بيبقى مور اكوريت لان هو بيبين لنا يعني بالظبط قد ايه. فاحنا لو جينا نقول الدايجنوز اوف بريجننسي، طبعا بيتا اتش جي اللي هو البريجننسي تيست، البريجننسي تيست ده بيتست البيتا اتش جي كويس. فلو هي هتعمله يورينري، اليورينري بيبان بعد كده. يعني هي مثلا عندها ميس بيريد النهارده ما جاتش البيريد، ما تروح تعملش، مش هتروح تعمل يورينري، لان لو راحت تعمله ممكن يطلع نيجاتيف وهي حامل، لانه لسه ما وصلش الليفل عالي البيتا اس جي بحيث ان هو ينزل في اليورين. فهي لو هتعمله بريجننس تيست اللي هو بتاع الصيدليه ده اللي بتشتريه وبتعمله يورينري في البيت، فبتستنى تقريبا 1 ويك افتر الميس بيريد عشان يبان ان هو البريجننس تيست بوزيتيف. لو هي عايز تعمله في يومها، يعني النهارده ما جاتش الميس بيريد وعايزه تروح تعرف هي حامل ولا لا، يبقى بتعمل البلاد تيست. والبلاد تيست ده ممكن يبقى كوانتيتيف او كواليتيتيف. الكوانتيتيف ده بيقول لنا رقم اللي هو ممكن نعمل له بعد كده دبلينج تايم عشان نعرف البريجننسي ده هيلثي ولا في مشكله. والكواليتيتيف ده جاست ان هو بيطلع لك بوزيتيف او نيجاتيف. ايه هو الدبلينج تايم؟ الوقت يعني بعيد. يعني هي عملت رقم النهارده، يعني عملت بيتا اس جي وطلع لها مثلا 1200، ده رقم كويس. طب هي عايز تعرف هي دلوقتي حامل ولا مش حامل؟ حامل. هو طالع رقم يبقى حامل، سي حامل. طب حامل حمل كويس، تيجي تقول لك ايه يعني البيبي كويس يا دكتوره؟ ما هو كويس ولا مش كويس ده انا مش هعرف بوان ريدنج. انا اقدر اقول لك انك حامل، بس هل الحامل ده هتسقطي حامل واكتوبك حامل وفيزيكلور مول؟ انا ما اعرفش. يعني هو حامل وفيزيكلور مول طبعا مش هيبقى 1200، هيبقى الفات اعلى من كده. فهو حامل وهيلثي ولا حامل وابورشن ولا حامل واكتوبك؟ انا ما اعرفش. لازم بعمل لها حاجه اسمها دبلينج تايم عشان اعرف هو البريجننسي ده اخباره ايه. فلو هو انا عدته دبلينج، يعني هشوفه بعد 48 ساعه، لو انا عدته بعد 48 ساعه ولقيت ال 1200 دي بقت 2000، ايه الاخبار؟ ده كويس، لان هو طالما ان هو زاد اكتر من 66% او كنت بتاعتي تقولها 75%، طالما زاد اكتر من 66% او اكتر من 75% ده معناه انه الدبلينج تايم كويس او ده هيلثي انترا يوتراين بريجننسي. طب لو لقيت ان ال 1200 دي بقت 1400، ده زاد بس زاد اكتر من 75%؟ لا زاد بس زياده صغيره قوي. ده يسيجنيفاي ان هي ايه؟ اكتوبيك. ده يكونفيرم ولا يسسبكت؟ هو 1400 لا يبقى يعني هي دلوقتي 1200 البريجننس تيست عملته النهارده، 1200 البيتا اس جي، وبعدين عديته بعد 48 ساعه، بعد بكره عديته طلع 1400. فجت قالت لك اهو عملت البيتا اس جي اللي انت قلت لي عليه يا دكتوره ده 1200، وبعدين عدته ثاني لقيته 1400. ها هتقول لها ايه؟ كونفيرم كده هو اكتوبيك. هيكونفيرم طبعا هو اكتوبيك. امال احنا واخدين لي حاجه اسمها دبلينج تايم ومش عارف ايه وكده، فهيكونفيرم ان هو دبلينج، ان هو كده اكتوبيك، لانه زاد بس ما زادش اكتر من 75%. فاحنا كده البيتا اس جي اهميته ان هو يدياجنوز بريجننسي. طب بريجننسي وهيلثي؟ لا ما اعرفش. انا لازم بريجننسي وبعدين بعد كده اعمل له دبلينج تايم، يعني بلس اور ماينس دبلينج تايم. هي عايز تعرف بس انها حامل وخلاص، خلاص ما بنكتفي بالبيتا اس جي، مش لازم ان انا اعمل دبلينج، لان هو في الاغلب ان هو هيبقى نورمال بريجننسي ما فيش مشكله، او على اسوء الفروض ابورشن. لكن اكتوبيك ده الانسس بتاعه قليل قوي. قليل قوي اللي هو كام؟
ده الاكتوبيك ولا ده الابورشن؟ 15% ده الابورشن، لكن 1.5% ده الاكتوبيك، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي يعني اكتر من 98% هيبقى يا اما نورمال يا اما ابورشن وتشيز اوكي، لكن القليل قوي هو اللي ممكن يبقى اكتوبيك. فبالتالي ما بنعملش الدبلينج غير لو كنا سسبكتنج انه ممكن يبقى فيه اكتوبيك، لكن غير كده مش العادي ان نعمل دبلينج. عشان كده كتبت بلس اور ماينس، لان قليل قوي قوي لما تحتاج تعمل دبلينج. العادي انك انت جاست انك تعملها بريجننسي يطلع لك بوزيتيف او يطلع لك نيجاتيف وخلاص على كده. طب يبقى نرجع تاني، احنا قلنا بندايجنوز بريجننسي ازاي؟ طبعا بالسيمتومز وبعدين انفستيجيشن يورينري بريجننسي تيست. لو هي بقى لها اكتر من يعني يومين 3 4 يعني داخله على اسبوع، يبقى بنعمل لها يورينري بريجننسي تيست، او هي بتعمل نفسها يورينري بريجننسي تيست تعرف هي بريجننت ولا لا. او بنعمل البلاد تيست الكوانتيتيف والكواليتيتيف بيتا اتش سي جي. الكواليتيتيف يقول لك بس بوزيتيف اور نيجاتيف، الكوانتيتيتيف بيقول لك الرقم، وبالرقم ده انت بتعمل دبليو. وجينا بناخد اكزامبل، قلنا لو هي مثلا 1200 وبقت 2000، قلت لي ده نورمال هيلثي انتراي تايم بريجننسي. طب لو 1200 وبقت 1400 ده اكتوبيك بريجننسي، كونفيرم اكتوبيك بريجننسي. يعني اعمل لها الترا ساوند تو كونفيرم ولا مش محتاجه؟ مش محتاجه. بس طب اعملوا عشان لو هي ديستربد مثلا، عشان كونفيرم استعملها ممكن عشان اشوف يس بيلو ديسكريميشن زون. يعني حتى لو 1400 وحتى لو عملت الترا ساوند هشوف حاجه؟ لا مش هشوف حاجه. في حاجه اسمها ديسكريميشن زون يا دكاتره. ايه بقى هي الديسكريميشن زون ده؟ اللي هو امتى بديتكت بريجننسي. بمعنى احنا كتبنا هنا بريجننسي تيست نمبر 1، ما كتبناش الترا ساوند. يعني لو جات لي ست تقول لي الميس بيريد كانت المفروض النهارده تجيلي البيريد وما جاتليش، يا دكتوره اعملي لي سونار عشان اعرف انا حامل ولا لا، ينفع؟ مش هبين حاجه خالص. انا لازم عشان يبان باي الترا ساوند يوصل لليفل معين. يعني ايه ليفل معين؟ يعني على الاقل البيتا اي سي جي ده يبقى 1500، على الاقل البيتا اي سي جي ده يبقى 1500 عشان اقدر انا اشوف حاجه باي ترانس فيجنال الترا ساوند. لكن لو البيتا اي سي جي ده كان 1000 كان 800 كان 700 ما هي حامل، ما الست حامل، لكن انا هل هشوف اي حاجه باي الترا ساوند انتراي تراين اكسترا تراين؟ مش هشوف اي حاجه خالص. فانا لازم على الاقل البيتا اس جي ده يبقى 1500 كويس. ده اسمه ديسكريميشن زون. اي كان ديسكريميت بريجننسي وانيفر ذا بيتا اس جي از على الاقل 1500 عشان اشوف باي ترانس فاجينال الترا ساوند. طب لو هي مش عايزه تعمل فاجينال الترا ساوند، هي عايزه تعمل ابدومينال الترا ساوند بس، هستنى كمان 6500، هستنى كمان لما الليفل بتاع الاس سي جي يبقى 6500 عشان اشوف. فبالتالي اول حاجه انفستيجيشن اقدر اعملها عشان اديتكت بريجننسي هتبقى ايه؟ هي البريجننسي تيست مش الالترا ساوند. الالترا ساوند ده بيتعمل ليتر اون، لان في الاول لو جيت اعمله لها طب ما انا مش اكسبكتنج ان انا اشوف حاجه، فبالتالي انا هقلقها بدون داعي. هقول لها انا مش شايفه حمل يا مدام. ايوه ما هو الطبيعي ان انا ما اشوفش حمل. يعني مش الطبيعي ان انا وهي جايه لي ب 1200 بيتا اي سي جي ولا ب 1400 بيتا اي سي جي لو عملت لها الترا ساوند ان انا اشوف اي حاجه. المفروض ان انا ما اشوفش اي حاجه. يا حسين انا ممكن افيدك اكتر من مصطفى، ده مش كده ولا ايه؟ هندم هو بيعاند بس برضه نفس القصه يا مصطفى. انا ممكن افيدك اكتر من حسين، ما فرقتش كتير. فممكن اعرف السؤال؟ هو الدبلنج احنا نعمل دبلنج ليه لو هو اصلا ممكن مثلا لو انا لقيت البيتا اتش جي زاد بقى 1400 ده كده اللي هو الدبلنج يعني اللي هو 1200 بقى 1400. هل ده الدبل يعني زاد اكتر من الزياده اكتر من 75% ولا لا؟ يعني هو زاد 200 بس ال 200 دي تعتبر 75% من ال 1200 ولا اقل ولا اكتر؟ طب احنا ليه بنعمل دبلنج اصلا؟ هو سؤاله ليه بنعمل دبلنج؟ عشان تديتكت هو هيلثي انتراي ترام بريجننسي حصل دبلنج يعني بقى 2000 ولا هو ان هيلثي انتراي ترام بريجننسي يعني بيحصل ابورشن. لو بيحصل ابورشن هلاقي ال 1200 دي بقت ايه؟ 1000 بقت 1000 بقت 800 بقت عمال يقل. البيتا اس جي بيقل، فبالتالي الكوريونيك فيلاي دي مش هيلثي ومش بتسكريت انف اس جي فبيقل خلاص. يعني لو جاتوا عليها دم مثلا ولقيت ان هو البيتا ما انا مش قادر اعمل الترا ساوند، ما انا مش هشوف حاجه بقى الترا ساوند. فالحاجه الوحيده اللي تقدر تدياجنوز هو هيلثي انتراي ترام بريجننسي ولا ابورشن ولا اكتوبيك ان انا اعمل هذا الدبلي. لو عملت الدبلي ولقيت ان هو دبل كويس، ده معناها ان هو هيلثي انتراي ترام. لقيته زاد بس مش دبل او مش زياده اكتر من 75%، ده معناها ان هو اكتوبيك. لو لقيته بيقل ال 1200 دي بقت 800، ده معناها ان هو ابورشن. انهي نوع من الابورشن؟ ثريتند ابورشن مثلا؟ لا لا ثريتند ده هيلثي انتراي ترام بريجننسي بس معاه شويه سبوتنج، فده يبقى اسمه ايه؟ مس ابورشن. يعني بيبي مات والمفروض ان هو ينزل لان الفيلاي دي بتاعت ان هي تموت او تدمر. فالدبلنج ده بنعمله وانيفر انديكيتد عشان افرق ما بين الهيلث انتراي ترام بريجننسي ولا ده اكتوبيك ولا ده ابورشن. اوكي لو انا مش قادره اعمل الترا ساوند، ليه مش قادره اعمل الترا ساوند؟ لانه الاماونت اوف بيتا اس جي اقل من الديسكريميشن زون او اقل من 1500. واضح ولا ايه؟
فده بالنسبه ليه طبعا الكلام ده اتقال باستفاضه في البليدنج ان اورلي بريجنسي بس ما يجراش حاجه ان احنا بنسترجع يعني. فده اول حاجه اللي هو الدياجنوستس اوف بريجنسي اللي هو ديتكتنج الهرمون اوف بريجنسي اللي هو البيتا اكس جي. البيتا اكس جي ده سيكريتد منين؟ من الكوربس لوتيوم. لا بيمنتين الكوربس لوتيوم. انا سكريتد منين؟ من التروفوبلاست والكاريونيك بلاي. هي دي اللي بتسكريت الاسي جي. والاسي جي ده هاف هاز ان ال اتش لايك اكشن عشان كده هو اللي بيمنتين الكوربس لوتيوم. والكوربس لوتيوم بقى هو بيسكريت ايه؟ البروجستيرون عشان يمنتين البريجنسي. اوكي فهي دي سايكل اوف بريجنسي بتاعت الهرمونز بتاعتنا. فالاكس جي ده وانس ان عندي كوريونيك فيلاي يعني وانس ان بقى فيه بلاستوسيست وطلع لها كوريونيك فيلاي اللي هو كوريون فراندوزم وكوريون ليفي والكلام ده هبتدي ان انا الاقي انه البيتا اس جي بتاعنا يبقى بوزيتيف كويس. فبالتالي بنشوف البيتا اس جي ده يعني يا اما ادريس بيريد لو بلاد تيست يا اما افتر 1 ويك لو هو بنتكلم على يورينري تيست والجاستيفيكيشن والسيجنيفيكانس بتاعها اللي هو البيتا اس جي ده بيزيد وزياده دي اكتر من 75% بالدبلنج ولا بيقل. ولو هو بيزيد اكتر من 75% يبقى نورمال هيلثي. لو هو بيزيد بس مش اكتر من 75% يبقى اكتوبيك. لو هو بيقل يبقى ميست ابورش. في سؤال في البريجننس تيست او في البيتا اكس جي؟ طيب تاني حاجه بنعملها فور دايجنوستس طبعا الالترا ساوند. والالترا ساوند ده يعني ده اكنه باد سايد يعني تكمله الاكزامينشن بتاعنا كويس وتكمله الكشف للعينه بنروح عاملين الترا ساوند. بس لو هي قايله لي انه انا الميس بيريد كانت النهارده وما جاتش طبعا مش منطقي ان انا اقول لها اطلعي على السونار يا مدام لانه انا ببتدي اشوف عند 1500 و6500 1500 لو ترانس فاجينال او 6500 لو ترانس ابدام. ايوه يعني ده الاسبوع الكام تقريبا؟ الخامس بالظبط كده تقريبا. عند الاسبوع الخامس ترانس فاجينال سونوجرافي وعند الاسبوع السادس ترانس ابدام سونوجرافي. يعني ايه الاسبوع الخامس والاسبوع السادس؟ الاسبوع الخامس من ايه؟ من الفيرست داي اوف لاست مينستر بيريد. يعني هي جات لها البيريد مثلا يوم ما اعرفش مثلا 25/11 خلاص 25/11 25/12 ده يبقى 4 ويكس كويس. وبعدين بعد كده تزود مثلا اسبوع يبقى على اول واحد اللي ممكن اعمل لها الترا ساوند ترانس فاجينال عشان اشوف الجستيشنال ساك او اشوف الانترا يوتيرين بريجننسي. ولو هي مش عايزه تعمل فاجينال قلقانه من الفاجينال يبقى ساعتها اقول لها لا ده احنا كمان هنستنى عند شهر ونص حمل او 6 اسابيع من بدايه من الفيرست داي اوف لاست منسترال بيريد عشان اعملها ترانس ابدومينال الترا ساوند. ليه هو الترانس فاجينال الترا ساوند كونترا انديكيتد في حالات للبريجننسي؟ ايه رايكم كونترا انديكيتد امتى ان انا اعمل ترانس فاجينال الترا ساوند فاندم؟ لا بنعمله عادي. هو ده دياجنوز اوف بريجننسي؟ لا مش هنا. طب هنتكلم على امتى يبقى كونترا انديكيتد عشان ادياجنوز بريجننسي ان هو يعني عندها ايرلي بريجننسي انا عايزه اعمل ترانس فاجينال الترا ساوند. امتى اقول لها اه لا فعلا معاكي حق ما ينفعش او اهلها وصديقاتها قالوا لها لا اوعي تعملي فاجينال الترا ساوند. لو الدكتور قالك تقول اه لا لا انا مش عايزه اعمل فاجينال اعملي لي ابدومينال او استنى اسبوع اعملي لي ابدومينال او كده لان انا عرفت ان هو ممنوع اثناء الحمل. سيرفكس كانسر لو ايه سيرفكس كانسر مثلا السيرفايكال كانسر مش بريجننسي فبالتالي كونترا انديكيتد ان انا اعمل لها اللي هو الهايمن لما بيكون اللي هو راوند هايمن تقريبا او لو ايه في حاجه اللي هو الراوند هايمن تقريبا هو قصده امبيرفوريت بس ده مش دعوه غالبا الهايمن مش موجود اللي هو مش بنشوف غير في اثناء اللي هو قصده الاستيك تقريبا الاستيك. طب ما هو يعني قصدي هي مش عايزه تفضل فيرجن هي الست حامل مش هيفرق معاها قوي ان انا اعمل لها فاجينال الترا ساوند. وبعدين على فكره يعني الفاجينال الترا ساوند الفاجينال بروب يعني هل هو البيبي اللي ممكن يعمل رابتشر للهايمن لكن الفاجينال بروب اذا كان ما حصلهاش رابتشر هايمن ده ديورينج انتركورس فدفنت مش هيحصل لها باي فاجينال بروب. لو عندها ثريتند ابورشن ما عملهاش فاجينال الترا ساوند هو مفيش انديكيشن ان انا ما اعملوش. ايه رايكم يعني في البليدنج ان اورلي ما هو ده سؤالي عشان كده يعني في البليدنج ان اورلي بريجننسي ات از كونترا انديكيتد تو دو فاجينال الترا ساوند؟ مين بيقول اه خدناها دي ما خدناهاش؟ لا مش يعني ما قلناش ان هي كونترا انديكيتد اي تبقى ايه ترى يا جماعه في حد يعني هل في البليدنج ان اورلي بريجننسي ايت واز ابا بليدنج ان اورلي بريجننسي يعني بليدنج ان اورلي بريجننسي بمعنى ان هي ممكن تجي لك في الاسبوع الخامس في مش كده ولا ايه؟ ما هو ده اورلي بريجننسي اللي هو انا ممكن ما اعرفش اشوف باي ابدومينال الترا ساوند. ات واز كونترا انديكيتد تو دو ان الترا ساوند فاجينال الترا ساوند تو دايجنوز ويذر شي از هافينج ان ابورشن بالتايبس اوف ابورشنز اللي احنا عارفينها اللي هو كومبليت وانكومبليت وثريتند ومست والكلام ده كنا بنفرقهم ازاي؟ ما
كنا بنفرقهم زي غير البي في والسيرفيس. افرض ان يعني انت السيرفيس، طب السيرفيس ده لقيته هو كلوز، طب كلوز سيرفيس بمعنى ان انا طيب هو كلوز سيرفيس وهي عليها بليدنج، يبقى هي كده ايه؟ لو هي كلوز سيرفيس وعليها بليدنج ثريتن تبقى ثريتن، ما ينفعش تبقى ميست. ها تبقى ميست ولا ما ينفعش تبقى ميست؟ ينفع طبعا، ما هو الميست ابورشن برده كلوز سيرفيكس. هفرق بينهم ازاي؟ بقى الترا ساوند، يبقى بنعمل الترا ساوند ولا لا في الفينير؟ طبعا. هما حد ديجنوز ازاي؟ هما حد ديجنوز ازاي؟ فديفينتلي ما فيش اي كونترا انديكيشن ليه انك انت تعملها ترانس فاجينال سونوجرافي الا لو هي مش كونسنت. بس لو هي مش كونسنت يعني هي مش عايزه، مش معنى كده ان هو ده غلط، لا هي مش عايزه زي اي حاجه تانية زي الاكزامينشن. لو ست مش عايزه او رافضه الاكزامينشن انت مش هتعملها اكزامينشن خلاص، وشي ريفيوز بالاكزامينشن وخلاص. لكن فلازم تبقى هي consenting، consenting for examination، consenting for vaginal ultrasound، consenting. If she's not consenting you're not going to do it. مش عشان هو harmful، عشان هي she's not consenting. لكن هو it's not harmful. بتوضح لها ان هو ده ما فيهوش اي مشكلة، بس انا مش هعرف اشوف الحمل غير لو عملت vaginal ultrasound. لكن لو انتي مش عايزة تعملي خلاص انا مش هعمل لك، مش عشان هو مضر عشان انتي مش عايزة، لكن هو ما فيش اي مشكلة خالص انك انت تدو الترانس فاجينال سونوجرافي، ولا بيسقط ولا هيعمل لها دايلاتيشن للسيرفكس ولا اي حاجه خالص. لان هو احنا بنعمل الترانس فاجينال سونوجرافي بنحط البروب في فين؟ في البوستيريور فولس اوف فاجينا، ولا بدخله وبعمل دايلاتيشن للسيرفكس ولا بدخله انترا يوتراين ولا اي حاجه خالص. انا بعمله بس فاجينال زي ما هي مثلا تحط اي فاجينال سابوزيتري زي ما يحصل انتركورس. يعني ما فيش اي، بالعكس ده اقل هارم من الانتركورس، لان على الاقل الانتركورس بيبقى فيه بروستاجلاندز بتاع السيمن اللي بيعمل لنا يوتراين كونتراكشن، لكن هنا ما فيش ولا بروستاجلاندز ولا حاجه. انت بس بتانسرت فاجينال بروب عشان تشوف اليوترس لو هو اليوترس لسه بلفيك ستراكشر، يعني لسه ما طلعش ابدومينال. وانس ان هو بقى يبتدي يطلع ابدومينال هو اللي ساعتها ممكن انك انت تشوف اليوترس ابدا. بمعنى كده بقى ان انا ما ينفعش اعمل الترا ساوند ابدومينال الترا ساوند غير عند كام اسبوع لو قلنا ان هو اليوترس يبقى ابدومينال 6 12. طب امال ازاي بنقول عن 6 اسابيع؟ عشان كده بقول لكم الموضوع ده حلو ان هو في الاخر لازم يبقى تجميعات، عمره ما يبقى اللي هو اقول لكم الكلمتين دول وخلصنا على كده، ده لازم نجمعه مش كده ولا ايه؟ املي اليورينري بلادر. يس، بتقول لها انها تملى اليورينري بلادر زي بالظبط الفيرجنز. ما انت الفيرجنز مش قادر تعملهم فاجينال الترا ساوند، بتقول لها ايه؟ املي المثانه. كويس يا انسه، املي المثانه ان هي تبقى الفول بلادر عشان اليوترس يعلى شويه يبقى ابدومينال ستراكشر. طالما ان البلادر بقت فول هيبقى شويه ابدومينال ستراكشر. فعشان كده بنقول بنشوفه عن 6 اسابيع. ففي الاول البريجننسي بتقول لها يعني لو انت هتعملها ابدومينال الترا ساوند لازم تبقى مزنوقه في البول، لكن بعد كده خلاص طالما ان احنا يعني بقت هي في السكند تريمستر او كده وعلى عمرك بتقول لها اتزنقي في البول، ما خلاص اليوترس كده كده لوحده بقى ابدومينال ستراكشر. فصح احنا بنشوف اليوترس او يبقى ابدومينال ستراكشر عند 12 اسبوع، لكن من اول 6 اسابيع انت ممكن تقول لها ان هي تبقى فول بلادر واليوترس يعلى ويبقى ابدومينال ستراكشر، فبالتالي تقدر انك انت تشوفه باي ابدومينال الترا ساوند. وهو نفس الفكره اللي احنا بنعملها في الفيرجنز، لو احنا عايزين نعمل لها الترا ساوند مش قادرين نعملها ترانس فاجينال فبنعملها ترانس ابدومينال ان هي تبقى مزنوقه في البول او تبقى فول بلادر عشان اقدر اشوف اليوترس ابدومينال. فيبقى اول حاجه في الدايجنوز اوف بريجننسي قلناها اللي هو ديتكشن اوف بيتا اس جي وذر بلاد في الاول كوانتيتيف او كواليتيف بلس اور ماينس دبلنج لو احنا عايزين نعمل دبلنج، وبعدين بعد كده يورينري. طب تاني ميثود تو ديتكت بريجننسي اللي هو الترا ساوند. بس عشان اعمل الترا ساوند على الاقل تبقى هي 5 اسابيع حمل، ما ينفعش تيجي تقول لي انا كانت الميس بيريد المفروض تجي لي بيريد النهارده ما جاتش، عملت اختبار حمل في الدم اهو طلع موجب وريني البيبي. ما ينفعش، استني الاسبوع الجاي ما دام نعمله ترانس فاجينال، او استني كمان الاسبوع اللي بعده كمان اسبوعين عشان نعمله ترانس ابدومينال لو هي عايزه ترانس ابدومينال. لكن ايميديتلي كده اقدر اديتكت الاول باي البريجننس تيست. عشان كده كتبنا البريجننس تيست في الدايجنوزس قبل الالترا ساوند، لان هو ده فعلا اللي بيديتكت بريجننسي الاول اللي هو البريجننس تيست، وبعدين بعد كده بنعمل الترا ساوند للمتابعات بتاعتنا وكده. يبقى تاني حاجه بندايجنوز بيها بريجننسي اللي هو الالترا ساوند وذر ترانس فاجينال سونوجرافي او ترانس ابدومينال سونوجرافي. الترانس فاجينال بيبين لنا البريجننسي عند 5 اسابيع اللي هو تقريبا ايكوال لبيتا اس جي عند 1500، والترانس ابدومينال بيبين لنا البريجننسي عند 6 اسابيع اللي هو تقريبا ايكوال لبيتا اس جي عند 6500 اللي هو بنسميهم دول الديسكريميشن زون. الشكل اللي انا هشوفه باي الترا ساوند لو عملت عند 5 اسابيع بشوف هذا المنظر. ايه المنظر ده؟ جستيشنال ساك، شوف اليوترس وجواه جستيشنال ساك. انت ليه بتحبش ده؟ اليوترس او اليوتراين كافيتي. كويس، اليوترس او اليوتراين كافيتي وجواها انت هنا اليوترس
تقيسيش نفسك. والجستيشن سات بنقيسها بحاجه اسمها مين سات دايامتر، اللي هو بنحط ارو فوق وتحت كده ما بين الاثنين، بيطلع لك الكمبيوتر يقول لك الالتراساوند ماشين بروجرام يقول لك مثلا ده ايكوال لحمل كام اسبوع، مثلا 4 أسابيع وخمس ايام، مش عارف 5 أسابيع، حاجات كده اللي هو بيطلع لك الحمل قد ايه بالاسابيع. فاول حاجه بنشوفها يعني كوره او دايره سوداء كده، لان هي اتس امتي فبتبان ان هي سوداء يعني فيها فلويد بس، فدي بتبان لك الجستيشنال ساك فوق. وتقول بقى طلعت مثلا ايه 1 مليمتر 1 سنتيمتر مش عارف ايه، يعني 1 سنتيمتر 7 مليمتر 6 مليمتر يعني وات ايفر، هي انت بتقيسها بالمليمترز وهو بيطلع لك على طول ده ايكوال لقد ايه تقريبا بريجننسي. فده اول حاجه بنشوفها اللي هو الجستيشنال ساك. بعد كده يظهر في هذا الجستيشنال ساك يوك ساك، يظهر دايره ثانيه صغيره كده كويس، او يظهر يوك ساك. المين ساك دايامتر او الجستيشنال ساك ده يبتدي يظهر فيه اليوك ساك، يعني لما تعمل فولوينج اب للبريجننسي مثلا الاسبوع ده احنا شفنا جستيشنال ساك بس ده الطبيعي، الاسبوع اللي بعده المفروض ان احنا نبتدي نشوف بقى كمان يوك ساك، لان هو مع الجستيشنال ساك ده موجود فيه يوك ساك. اليوك ساك ده بيبان امتى؟ لما يبقى المين ساك دايامتر ده تقريبا 1 سنتيمتر او 10 مللي. ايوه يعني لو ما شفتوش عند 1 سنتيمتر يبقى كده البريجننسي فيه مشكله، لا بنستنى لحد 2.5 سم. لو ما شفتوش بقى لحد 2.5 سم لا البريجننسي ده فيه مشكله. يعني ايه فيه مشكله؟ يعني مست ابورشن. مست ابورشن اللي هو يعني الحمل ما بيكبرش او البيبي مات، يعني هو ده اللي هو ما بيكبرش، لان المفروض ان هو طالما وصلنا ل 2.5 سم ساك دايامتر يبقى لازم يبقى الجراس النورمال جراس بتاعنا ان احنا نشوف اليوك ساك. ما لقيناش اليوك ساك يبقى هو كده البريجننسي اندد اب او انتربتد عند الوضع ده، مش بيكمل جروينج. يعني ايه مش بيكمل جروينج؟ يعني هو مست ابورشن طالما ان هي لسه شديدنت ابورت يعني ما نزلش بقى دم وكده فبنسميه مست ابورشن. لكن لو فاضي كده المست ابورشن ده فيري بارتيكولر تايب اوف المست ابورشن بنسميه ايه؟ حد يعرف؟ اللي هو ما تكونش فيه اليوك ساك او ما تكونش فيه حاجه، هي بس دايره فاضيه. ان امبريونيك ساك، ان امبريونيك يعني ما فيهوش امبريو او بلايتد اوبم. يعني ان امبريونيك ساك او بلايتد اوبم از تايب اوف مست ابورشن اللي هو البيبي مات، بس هو اكشولي البيبي ما تكونش اصلا. فالبيبي ما تكونش اصلا، انت بس عندك المين ساك دايامتر وفاضي ما تكونش فيه اليوك ساك. فبالتالي لو لقيت ان المين ساك دايامتر بتاعنا 2.5 سم وما فيهوش لسه يوك ساك انت بتدياجنوز على طول بلايتد اوفم او ان امبريونيك ساك او مست ابورشن 4 عامله اي مانجمنت يعني دايلاتيشن كراتج او سيرجيكال ايفاكويشن، لانه ده ما فيش ولا بونز ولا اي حاجه خالص والبيبي ميت، فبالتالي بنعمل لها دي ان سي. يبقى احنا اول حاجه بنشوفها باي الترا ساوند اللي هو عند 5 أسابيع بالترانس فاجينال او 6 أسابيع بالترانس ابدومينال انك انت تشوف الجستيشنال ساك. والجستيشنال ساك ده يبتدي يكبر يعني مثلا من 1 سنتيمتر 1.5 2 سنتيمتر كده. لو وصلنا لحد 2.5 وما ظهرش فيه يوك ساك يبقى ده ابنورمال. طب ممكن مثلا عند 1.5 سنتيمتر يظهر؟ هو من اول 1 سنتيمتر يبتدي يظهر اليوك ساك، بس لو وصلنا لحد 2.5 سم وما ظهرش اليوك ساك ساعتها بنقول ان هو بلايتد. طب لو هو لقيته مثلا 1.5 سنتيمتر وما ظهرش اليوك ساك هقول لها ايه؟ هقول لها استني اسبوع كمان ونريبيت الالترا ساوند، لانه ممكن او يظهر اليوك ساك بتاعنا لحد ال 2.5 سم. فده اول الترا ساوند بنعمله اللي هو الفيرست ترايمستريك الترا ساوند عشان اشوف ان هو انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين بريجننسي كويس، واذا كان ليفنج ولا ديد، واذا كان سنجل ولا مالتيبل. فان انا لقيت اهو جستيشن ساك واحده انترا يوتراين يبقى انا كده قدرت اقول لها انت حامل فعلا يا مدام انترا يوتراين بريجننسي، لان هو انسايد ذا يوترس وات از سنجل لان هي سنجل جستيشنال ساك. لسه مش قادره اقول اللي هو ليفنج هيلثي ولا ان هيلثي لحد ما نشوف اليوك ساك وكمان الفيتال بارسيشن. يبقى ده اول حاجه بنشوفها جستيشنال ساك، وبعدين بعد كده يبان فيه اليوك ساك اللي هي الدايره الثانيه عند ماكسيمم 2.5 سم. بعد كده يبتدي يبان بقى الامبريونيك ديسك او البيبي نفسه اللي هو الدايره بقى فيها زي امبريو اللي احنا بنقيسه بحاجه اسمها كراون رام لينث. كراون اللي هو من اول الكراون فوق خالص، رام اللي هو الاخر حته في السباينال كورد في السباين سوري، ده بنسميه كراون رام لينث او الامبريو اللي هو الامبريونيك ديسك. فبنقيس الكراون رام لينث، يعني بعد كده بيبقى في عندنا جستيشنال ساك اهي واليوك ساك اهو، لكن يظهر كمان الامبريو او الكراون رام لينث. فيبتدي يظهر عندنا الكراون رام لينث عند 6 أسابيع، يبتدي يظهر الكراون رام لينث ده عند 6 أسابيع. وبرده بنقيسه ونشوفه هو قد ايه، هو 5 مللي 6 مللي 7 مللي 10 مللي اللي هو ايكوال 1 سنتيمتر، هو قد ايه بنشوف الكراون رام لينث ده قد ايه. يبقى احنا السيكونس الطبيعي اللي بنشوفه باي الترا ساوند جستيشنال ساك
عند 2.5 سنتي لازم يبان اليوك ساك كويس. عند بعد كده اليوك ساك يعني بعد اليوك ساك الستيج اللي بعدها ان هو يبان لك الكراون رام لينث او الامبريونيك ديسك. ده الامبريونيك ديسك ده لما يوصل لسبعة مني يبتدي يبان بقى فيت الهارت بارسيشن، اللي هو انت لو عملت دوبلر عند الحته بتاعه الكراون رام لينث هتسمع فيت الهارت بارسيشن. عند 7 مللي يبتدي يبان لك الفيت الهارت بارسيشن. ممكن تتاخر ماكسيمم لحد 10 مللي، لكن مش ممكن يبقى البيبي 1 سنتيمتر او كراون رام لينث ده وصل ل 1 سنتيمتر وانت لسه مش شايف عنده فيت الهارت بارسيشن. لو وصلنا لحد 1 سنتيمتر وما بانش بوزيتيف فيت الهارت بارسيشن ده هيدايجنوز مس دابوش. مس دابوش هو بلايتد اوفم ان امبريونيك ساك. لا مس هو امبريو موجود اهو، ما هو في امبريو، في امبريو جوه، لكن الامبريو ده مش عايش او ما فيهوش فيتال هارت بارسيشن، فما اقدرش اقول عليه ان امبريونيك ساك او بلايتد اوفم. ات از ان امبريونيك ساك بس الامبريو ديد كويس، يعني وصلنا لحد 1 سنتيمتر او 10 مللي كراون رام لينث وما بانش فيه فيتال هارت بارسيشن. طب افرض ان انا لقيتها 8 مللي كويس، 8 مللي زي الكراون رام لينث وانا مش شايفه فيتال هارت بارسيشن. استنى الاسبوع اللي بعده، لان هو لحد ممكن 10 ملم از اكسبتبل، فاستنى اقولها معلش يا مدام هو البيبي باين بس لسه القلب مش باين. ايوه يعني القلب مش بينبض، القلب فيه مشكله لسه ما اتكونش يا مدام، لسه ما اتكون عادي، ممكن ما يتكونش دلوقتي، يتكون بعد كده عند 10 ملي او عند 1 سنتيمتر. لو جات لي بقى وانا قست الكراون رام لينث ده ولقيته مثلا 12 ملي وما لقيتش فيه الهارت بالسيشن، دايجنوز مست ابورشن فور سيرجيكال ايفاكويشن. واضح يا دكاتره؟ عشان لما تعملوا الترا ساوند تبقوا فاهمين انتوا بتدوروا على ايه. يعني هل اكسبكتنج ان انا اشوف بيبي ولا لا؟ اه لو اكتر من 1.5 او اكتر من 5 اسابيع اكسبكت ان انا اشوف بيبي. طب افرض ان هو جايه لك ببيتا اس جي 2000 وانت عملت الترا ساوند كويس وما لقيتش حاجه، لقيت امتي يوترس، يبقى ده انت بالدايجنوز على طول اكتوبيك بريجننسي كونفيرمد ولا سسبكتد؟ كونفيرمد. كونفيرمد. امال فين البيبي؟ ما هو عند 1.5 لازم اشوف حاجه. طب وصل ل 2000 وانا مش لاقي حاجه، انت رايت راين، فديفينتلي ده موجود اكسترا تراين، ديفينتلي موجود اكسترا تراين. فبالتالي ده اهميه الارقام اللي احنا عمالين نقولها دي، والارقام دي لازم بتتحفظ. يعني هي مش كتير اه، او انتوا شايفين او تافر شايفينها كتير، مش هي بتتحفظ. يعني طالما كاتبينها على البورد يبقى بتحفظ. اللي هو ديسكريمينيشن زون عند 1.5 بي تي في اس، ديسكريمينيشن زون عند 6.5 باقي الترانس ابدامينال، عند 2.5 سنتيمتر ساك دايمتر لازم نشوف يوك ساك، عند 1 سنتيمتر كراون رام لينث لازم ان احنا نشوف فيه الهارت بالسيشن، عشان تعرف انك انت يعني لو جالك ريبورت وبيقول لك كراون رام لينث 12 مللي ونيجاتيف فيه الهارت بالسيشن مست ابوش، انت بقى اللي بتنتربريت، فعشان تعرف تنتربريت الداتا اللي جايه لك لازم تبقى عارف الكلام ده. فهو ده اللي احنا هاو وي ار دايجنوزينج بريجننسي، نمبر 1 باي ديتكشن اوف البيتا اس جي هرمون، وذر باي بلاد تيست الاول كوانتيتيف او كواليتيتيف او يورينري تيست بعد كده. نمبر 2 ان احنا بنعمل الترا ساوند، بس الترا ساوند ده بنعمله ليتر اون افتر البريجننسي تيست، لان هو بيبتدي ان هو يبان الترا ساوند عند 5 اسابيع فاجينال او 6 اسابيع ابدومينال، اللي هو ايكوال ديسكريمينيشن زون 1.5 فاجينال او 6.5 ابدومينال. وده السيكونس اللي احنا بنشوف بيه، انك انت الاول بتشوف جيستيشنال ساك وبعدين يبان فيها يوك ساك، وبعدين اليوك ساك ده يبان فيها امبريو او جنبها يبان فيه الامبريو او الامبريونيك ديسك. وونس ان الكراون رام لينث ده وصل ل 1 سنتيمتر ساعتها لازم اشوف فيها بوزيتيف فيتال هارت بالسيشن. لو ما لقيتش بوزيتيف فيتال هارت بالسيشن بالرغم ان احنا بقينا اكتر من 1 سنتيمتر، ده برده بيدياجنوز ميست ابورشن فور ساكشن ايفاكويشن او سيرجيكال ايفاكويشن. في سؤال يا دكاتره؟ بالنسبه لنقيس الكراون اهو، ده الكراون رام لينث اهو، الكراون رام لينث يعني البيبي من اول الكراون فوق لحد الرام تحت. بنفضل نقيس كراون رام لينث، كراون رام لينث اللي هو عشان نعرف الجستيشنال ايج بتاعنا في طول الفيرست ترايمستر، لان مش بنبتدي نقيس باي بارايتال دايامتر او فيمر لينث او ابدامينال سيركمفرنس غير بقى عند مثلا 16 اسبوع 18 اسبوع حاجه زي كده. لكن في الاول احنا كل قياساتنا بتبقى اللي هو فيرست ترايمستريك الترا ساوند اللي هو بنقيس الكراون رام لينث. طب اخبار الفيرست ترايمستريك الترا ساوند ديتنج ده ايه؟ يعني انت لما تعمل فيرست ترايمستريك الترا ساوند وتلاقي كراون رام لينث مثلا بتاعك ان هي الست دي حامل 16 اسبوع، لكن البيريد بتاعتها المس بيريد بتاعتها اللي هي بتقول لك عليها وكده، لا دي هي حامل مثلا 14 اسبوع، which is more accurate اللي انت هتعتمد عليه على الديتنج فيرست ترايمستريك الترا ساوند ده الموست اكوريت. فيرست ترايمستريك الترا ساوند هو ده الموست اكوريت، يلي
الفيرست داي اوف بلاس منسترو بيريد وانيفر البيريدز ار ريجولر. لكن لو هي مثلا بتمشي على او سي بيز البيريدز ار ايريجولر مش هقدر خالص ان انا اديبند على اللاست منسترو بيريد بتاعتي. لكن بديبند على اللاست منسترو بيريد لو هي كانت ريجولر ريجولر بيريد كويس فساعتها اللي هي دي ريلايبل فبالتالي بعتمد على الفيرست داي اوف بلاس منسترو بيريد. بس ديفينتلي لو هي عامله فيرست ترامستريك الترا ساوند ومعاها هو ده از مور اكوريت لو لقيت في ديسكريبنسي بتوين اللي هي بتقوله الفيرست داي اوف بلاس منسترو بيريد وبين الديتنج بتاع الالترا ساوند يبقى ديفينتلي همشي على الديتنج بتاع الفيرست ترامستريك الترا ساوند بتاعها. اوكي في سؤال في البيتا اس جي والالترا ساوند؟ نيجي بعد كده طبعا ممكن نعملها اكزامينيشن اللي هو هيبقى ابدامنال اكزامينيشن. ابدامنال ولا فاجينال؟ هو ممكن اعمل فاجينال بس اتس نوت روتين ان واحده ست حامل جايه لي وانا بعمل لها فاجينال اكزامينيشن غير لو حاجه لو هي نزل عليها دم فعايزه اشوف السيرفكس ده اوبن ولا كلوز. لو في حاجه لو بتقولي مثلا عندها اكسسيف ديسشارج كان عايز اعرف ادياجنوز التايب اوف ديسشارج عشان اديها تريتمنت واديها مثلا انتي بايوتكس ولا انتي فانجل ولا وات ايفر. فلكن لو ما فيش اي حاجه يبقى ساعتها بنكتفي بالابدامينال اكزامينشن. والابدامينال اكزامينشن عند 12 اسبوع زي ما انتوا قلتوا بحس الفاندا ليفل او بحس اليوترس ده يبتدي يبقى فوق السيمفيزس بيوبس. عند 12 اسبوع ابتدي الاقي فاندس او احس اليوترس عند جاست فوق السيمفيزس بيوبس. وبعدين عندنا الامبليكس دي اللاند مارك بتاع من 16 ل 24 اسبوع. على اللور بوردر اوف ذا امبليكس ده بيبقى 16 اسبوع, على الابر بوردر بيبقى عن 24 اسبوع, وفي نص الامبليكس 20 ل 22 اسبوع. فده يعني ان هو لو لقيت الفاندر فاندر ليفل او اليوترس واصل لحد الامبليكس فانا اراوند من 16 ل 24 اسبوع على حسب هو على اللور ليفل بتاع الامبليكس ولا على الابر ليفل بتاع الامبليكس. لو الفاندر ليفل وصل لحد الزيفي ستيرنا بيبقى انا كده بقول تقريبا ان هي 36 اسبوع بالظبط كده. طيب بعد كده اكسبكت ان هو يحصل انجيجمنت يعني الراس دي تبتدي تنزل تبقى دروبت انسايد البلفس فبالتالي يفضل برضو الفاندر ليفل عند 36 اسبوع بس يحصل حاجه اسمها شلفينج. شلفينج يعني بقت عامله زي الشلف كده بقى عامله زي الرف يعني لا ممكن الست بتحط حاجه فعلا على بطنها من كتر ما هو يعني بقى عامل حاجه زي شلفينج. فده بالنسبه للابدامينال اكزامينشن. كويس الابدامينال اكزامينشن في حاجه اسمها ليوكود مانوفر هنقول عليها دلوقتي على طول. فالابدامينال اكزامينشن ده عند 12 اسبوع هو اللي احس اليوترس عند السيمفيزس بيوبس, عند 16 ل 24 اسبوع عند الليفل بتاع الامبيريكس, عند الزيفي ستيرنم 36 اسبوع. طبعا ممكن نعمل حاجه اسمها سيمفيزيو فاندل هايت. يعني ايه سيمفيزيو فاندل هايت؟ اللي هو بالمتر ده والمزوره دي كويس بتحط من اول السيمفيزس سيمفيزيو لحد الاند اوف ذا فاندس وتشوف هو كام سنتي. السنتيمترز ايكوال للاسابيع يعني مثلا لقيتهم مثلا 28 سنتي بقى 28 اسبوع مش عارف 32 سنتي بس طبعا ما بنشوفش دكتور نسا ماشي مش كده ولا ايه. فعشان كده بنعتمد اكتر على الفاندل ليفل بتاعنا اللي هو عند الامبيكس ولا عند زيفي ستيرنم ولا كده. بس ما يمنعش انك انت وانت داخل امتحان الزماله او امتحان الماجستير او اتاجر وانت بتعمل اكزامينشن لازم تبقى جايب معاك هذا المتر بحيث ان هو يعني لو انت هتعمل السيمفيزيو او طلب منك انك انت تعمل في السيمفيزيو فاندل هايت. الفاندس هنا بيجيبوا البريفيشن ولا الالتراساوند؟ الفاندس هو طالما قلنا اكزامينشن اكيد مش بقى الالتراساوند والا كنا قلنا الالتراساوند. نيجي نشوف ايه هما بقى المانوفرز اللي احنا بنعملها دي. ده الفاندل ليفل يا دكاتره ان انا بحط ايدي بحط الالنر بوردر بتاع الهاند بتاعتي كويس وبشوف الفاندس ده بحسه وبحس الفاندس لان هو طبيعي بطنها ما فيهاش حاجه ما فيهاش فيوتر ما فيهاش حاجه. فلو حسيت حاجه يبقى هو ده اليوترس موستلي اليوترس يعني مش هيبقى طبعا ممكن تبقى مثلا فايبرويد ممكن تبقى اوفيريان ماس ممكن الحاجات دي بس موست لايكلي ان هي ست حامل بس ما فيش اي حاجه ثانيه لان انا كنت عاملين الترا ساوند قبل كده وعارفين ان هي ولا عندها اوفيريان ماس ولا فايبرويد ولا حاجه زي كده. فموستلي اللي انا حاساه ده هو الفاندل ليفل. فالفاندل ليفل ده لو انا حاساه عند السنتس تيوبس كويس يبقى ده 12 اسبوع. لو انا حاساه عند الامبيلكس ده اللي هو من 16 ل 22 اسبوع ميد واي بقى بتوين الحاجات دي بقى ابتدي اقول لا دي 18 اسبوع لان هي في النص ما بين السنتس تيوبس وما بين الامبيلكس عند فوق عند الزيفي ستيرنم. لو مثلا ميد واي بتوين الامبيليكس والزيفي ستيرنم طب ده 28 اسبوع. طب ايه على حسب هو قد ايه كام فينجر بريث عن الـ يعني كل وان فينجر بيبقى 2 ويكس خلاص. فانت بتشوف بقى يا اما بصوابعك كويس هو انت بعيد عن الامبيليكس بقد ايه او تحت السيمفيز بيوت بقد ايه او انك انت تعملها سيمفيزيو فاندل هاي. Actually it is a crude method برضو الفاندل ليفل يعني بتقول الفاندل ليفل is equal to مثلا plus or minus 28 weeks plus or minus يعني plus or minus 2 weeks
يعني ممكن حد تاني يقول لك 26 اسبوع، حد يقول لك 30 اسبوع، كله acceptable طالما الرينج بتاعنا بلس اور ماينس 2 ويكس. حتى لو انت بتعمل سينفيزيو فاند الهاي وهي مثلا بالديتنج بتاع اللاست منسترال بيريد او بالالترا ساوند سكان ان هي 28 اسبوع، لكن انت لقيت البتاع ده 27 سنتيمتر او 29 سنتيمتر او 30 سنتيمتر، it is acceptable. امال امتى يبقى في discrepancy وتقول ان هو لا ده البيبي ده يا اما يعني دي يا اما سمول سايز ابدومن يا اما لارج سايز ابدومن. لو discrepancy اكتر من 2 اسبوعين، لان احنا بنقول بلس او ماينس 2 ويكس، فيا اما اسبوعين يا اما 2 سنتيمتر. لو في discrepancy اكتر من كده هنقول سمول سايز ابدومن فور ديفرنشال دايجنوزس او لارج سايز ابدومن فور ديفرنشال دايجنوزس. ايه اللي يعمل لنا سمول سايز ابدومن؟ يعني مست ابوش مش، لان احنا بنتكلم لو هي مثلا بعد الفايبيليتي هيبقى انترا يوتراين فيتال ديث، لان مش ما بقولش ابوش غير قبل الفايبيليتي. بلاسنتال انسفيشنسي تعمل لنا سمول سايز ابدومن انترا يوتراين جروث ريستريكت، تعمل لك يا اما اوليجو هيدرامنيس يا اما اي جي ار، يبقى مش بلاسنتال انسفيشنسي. يا اما اوليجو هيدرامنيس اللي كميه الميه قليله فتعمل لك سمول سايز ابدومن، يا اما اي جي ار فهو ده البيبي سمول فهو يعمل لك سمول سايز ابدومن. فانتم يعني دايما تفكروا في الدايركت مش الان دايركت. البلاسنتال انسفيشنسي في الحقيقه لا، ما دي مش اجابه. الاجابه تبقى يا اما اوليجو هيدرامنيس يا اما اي جي ار. اه طبعا يبقى الديفرنشال دايجنوز بتاعنا لو هو بعد الايج اوف فايبيلتي انترا تراين فيتال ديث اي جي ار اوليجو هيدرامنيس. ايه كمان يعمل لك سمول سايزد ابدومن لو هو كونستيتيوشنال سمول، اه يعني اي جي ار او سمول فور جيستيشنال ايج. ايه كمان؟ هل المال بريزنتيشن والمال بوزيشن ديفرنت؟ الترانسفيرس سلايد، لان الترانسفيرس سلايد طبعا بيبقى الفاندا ليفل بتاعنا بيبقى اقل من البيريد اوف انوريا، او يديك ان هو اكنه سمول سايز ابنا. فده بالنسبه كان زمان انا كنت هقول، بس قلت احسن تطلع هبدا منها بدايتي في سكت بصراحه. لا هو فعلا ده احنا حتى لما كنا بنعمل اللي يقود مانوفر في الترانسفيرس سلايد كان الفاندا ليفل اقل من البيريد اوف انوريا، ده ديفنتلي. طب دول لو هو كان سمول سايز. طب لو هي لارج سايز ابدومن، لو هي الابدومن اكتر، يعني انا عملت السيمفيزيو فاندر هايت لقيته 30 سنتي او 30 اسبوع، وهي بتقول لي ان هي لا دي حامل اساسا لسه 26 اسبوع مالتي فيتال، يا اما ممكن يبقى ميس كالكوليشن طبعا لارج فور جيستيشن ايج ان البيبي ده كبير، مالتي فيتال جيستيشن توينز او تريبلتس او وات ايفر، بولي هيدرامنيس انه في ميه كتير حوالين البيبي فهي دي اللي خلت عندها لارج سايز ابدومن كونسيلد بالظبط اسوشيتد معاها فايبرويد او اوفيريان ماسز او كده، فعليت لي الفاندر ليفل بتاعنا concealed accidental hemorrhage، لان concealed accidental hemorrhage ده يعمل لك زي retroplacental hematoma فبيعلي لك الفاندل ليفل بتاعك شويه. فده يعني اللي هو لو ما لقيناش الفاندل ليفل ايكوال للبيريد اوف انوريا او على الاقل 2 سنتيمتر، يعني ماكسيمم 2 سنتيمتر او 2 ويكس من الجستيشنال ايج اللي هي بتقول عليه. فده بالنسبه للفاندل ليفل، وطبعا بيتعمل بالالنر بوردر بتاع الهاند عشان اشوف البيبي فول تيرم عند الامبيليكس عند السيمفيزيس بيوبس ميد وي بين السيمفيزيس بيوبس والامبيليكس. ده السيمفيزيو فاندل هايت يا دكاتره، انك انت بتجيب المتر او الميجرمنت ده والمزوره دي بحيث انك انت تقرا هي كام سنتيمتر ايكوال للاسابيع على طول، ولو في ديسكريبنسي اكتر من اسبوعين او اكتر من 2 سنتيمتر هو بالبلس اور ماينس هو ده اللي يبقى ابنورمال. دول ايه؟ ليوبولد. ليوبولد مانوفر اسمهم ليوبولد مانوفر. ليوبولد مانوفر دول بنعملهم في الابدامنال اكزامينشن لواحده ست حامل او للاوبستاتريكس. ايه هم ليوبولد مانوفر؟ ان انا بعمل الفاندل ليفل كويس، الفاندل ليفل اشوف الفاندل ليفل بتاعنا اخباره ايه، وبنعمل حاجه اسمها فاندل جريب. ايه الفاندل جريب دي؟ اشوف انا ايه البريزنتنج بارت اللي موجود فوق، يعني هل البريزنتنج بارت حاجه بمسكها بين ايديا اشوف اذا كانت هي بالاتبل تندر هارد كويس ريجولر. ده لو هي بالاتبل وتندر وهارد وريجولر تبقى ايه؟ تبقى هيد. يبقى دي غالبا بريتش بريزنتيشن، لان طالما الهيد فوق يبقى الباتوكس هي اللي تحت، يبقى غالبا الست دي بريتش بريزنتيشن. او اعمل حاجه اسمها الفيرست بلفيك جريب اللي هو تحت بقى كويس، هو بعمل نفس القصه دي بس اللي هو اشوف الحاجه اللي موجوده تحت في الابدومن دي ايه، هل هي هارد وبالاتبل وتندر وريجولر؟ اه تبقى كده كيفاليك بريزنتيشن. طب لو انا لقيت ان الحته اللي تحت دي لا دي سوفت وايرريجولر ومش عارف ونون بالاتبل ونون تندر، يبقى ده باتوكس، يبقى ده بريتش بريزنتيشن. يبقى الليوبولد مانوفر، الليوبولد مانوفرز دي بنعمل الفاندل ليفل، بنعمل الفاندل جريب، بنعمل الفيرست بلفي جريب اللي هو اشوف الجريب تحت عند السيمفيزيس بيوبس ده فيه ايه. وفي حاجه اسمها امبيليكال جريب كمان. ايه الامبيليكال جريب؟ ببقى عايز اعرف الباك بتاع البيبي فين،
ليه؟ عشان يدينومينيت برضو الاكسبت فين، لان الباك بيبقى ماشي مع الاكسبت، بيبقى ماشي مع الراس مع الدماغ. فانا بالتالي لو لقيت ان الباك ده تو ذا رايت سايد يبقى هي الاكسبت برضو تو ذا رايت سايد، لو لقيت ان الباك تو ذا ليفت سايد يبقى هي ليفت برضو اوكسيبتو يعني الاكسبت تو ذا ليفت سايد. فيعني بنعمل الامبليكال جريب دي، دي الامبليكال جريب يا دكاتره، ان انا بايد واحده بثبت كويس والايد الثانيه ببتدي احس كده ده باك ولا دي لمس ولا ايه. فلو لقيت ان هي اللي قدامي لمس يبقى اكيد ده مش الباك، لان الباك بيبقى الكونكافيتي بتاعته واضحه، فدي اسمها امبليكال جريب. كل الجريبس دول على بعض اسمهم ليوبولد مانوفرز. يعني ليوبولد مانوفرز من اول ان احنا بنشوف الفاندل ليفل، الفاندل جريب، الفيرست بالفي جريب، والامبليكال جريب. الامبليكال جريب عشان تديتيرمن وذر الباك ده تو ذا رايت سايد ولا تو ذا ليفت سايد. فدول الحاجات اللي احنا بنعملها. طب انا قلت فيرست بالفي جريب، ليه ما قلتش بالفي جريب وبس؟ في سكند، في سكند. ايه السكند بالفي جريب؟ بعد الانجيجمنت. هو انا على طول لازم احس البيبي؟ يعني انت لازم تحس بريزنتنج بارت فوق السيمفيسيس بيوبس؟ افرض ان هو انجيجد، يعني ايه انجيجد؟ يعني دخل جوه البلبس. لو هي البريزنتنج بارت سواء راس او باتوك او كده دخلت جوه البلبس، هل هحس الفيرست بلفي جريب دي واحس حاجه بريزنت؟ لا مش هحس. طب امال بنعمل ايه عشان نعرف البريزنتيشن هنا ايه؟ فبنعمل السكند بلفي جريب كويس، اللي هي في الصوره الاخرانيه دي، دي السكند بلفي جريب. اللي هو بنعمل ايه في السكند بلفي جريب؟ بجيب ال كان فالف جريب يا دكاتره، اسمها ست نايمه على ظهرها كويس، نايمه اهو السيكرم والسيفيسس بيوبس فوق والبيبي اهو كويس. فانا مش عارفه ان انا احسه لان هو دخل جوه البلفس. طب دخل جوه البلفس انا مش هعرف ان انا احس حاجه هنا. طب اعرف ازاي البريزنتنج بارت ده راس ولا رجلين ولا ايه؟ فابتدي بقى ان انا ايديا الاثنين باجي كده عند العينه وايديا الاثنين ابتدي ادخلهم ما بين البريزنتنج بارت كويس السبوز بريزنتنج بارت وما بين السيمفيسيس بيوبس، وابتدي احس بصوابعي كده هل هي هارد، هل هي بالاتبل، هل هي هارد بالاتبل تندر يعني ايه. وانا مدخله ايديا الاثنين كويس الفيرست بالفي جريب، سوري سكند بالفي جريب، بدخل ايديا الاثنين ما بين السيمفيسيس بيوبس وما بين البريزنتنج بارت ده عشان احس نفس الحاجات دي. هل هو هارد وتندر وبلاتبل وريجولر فده يبقى كيفاليك بريزنتيشن، ولا لا ده انا اللي حاساه ده سوفت ونون تندر ونون بلاتبل وايرريجولر يبقى ده بريتش بريزنتيشن. فلو لقيت ان الراس انجيجد بعمل الفيرست ولا السكند بالفي جريب؟ السكند بالفي جريب. طالما قال لك انه عمل الفيرست بالفي جريب ولا انه كيفاليك بريزنتيشن ده معنى ايه؟ انه لسه نون انجيجد، لان الفيرست بالفي جريب هي اللي بتتعمل لو هو نون انجيج لان انت حاسه فوق السيمفيسيس بيوبس. لكن لو دخل ورا السيمفيسيس بيوبس او بقى انجيج يبقى ده معناه انك انت مش هتعرف تعمل الفيرست بالفي جريب، فساعتها بتعمل السكند بالفي جريب. ايه اكبر السكند بالفي جريب؟ بينفل. طب بينفل وديسكومفورت والكلام من ده، طب انا مضطره ان انا اعملها؟ انا خلاص طالما عملت الفاندل جريب ولقيت هنا راسي بقى اكيد اللي تحت باتوكس، يعني مش كده ولا ايه؟ صعب تبقى راسين يعني مش كده ولا ايه؟ فيعني ما بنعملش عامه غير الفيرست بالفي جريب لان السكند بالفي جريب دي فيري بينفل. فلو عملت الفيرست بالفي جريب ولقيت مش عارفه اعملها لان الراس انجيج او البريزنتنج بارت انجيج، خلاص خير وبركه ان هو انجيج، فمش بنجو فور السكند بالفي جريب. في سؤال في الابدومينال اكزامينشن يا دكاتره؟ هو الهيد بتكون تندر فاهم؟ الهيد الهيد البري اوستيم اوف ذا هيد فبيخليها ان هي بتبقى تندر. اوكي فده بالنسبه للابدومينال اكزامينشن. يبقى احنا كده وي دايجنوز بريجننسي ايذر باي بريجننسي تيست يورينري او بلاد او باي الترا ساوند، بس طبعا ده ليتر بعديها. طبعا الابدومينال اكزامينشن هيبقى مور اند مور ليت، احنا بنقول بدايتها عند 12 اسبوع فهيبقى مور اند مور ليت. اكتشلي بنعمله اكتر عشان البروجريس اوف بريجننسي وانك انت تشوف سمول فور جيستيشنال ايج لارج فور جيستيشنال ايج، يعني انك انت الفولو اب بتاع البريجننسي والانتينيتال كير بتاعك. طب اخبار البي في اكزامينشن ايه؟ اتس نوت روتين، انا كاتبه نمبر 4 بس نوتابين يعني ممكن يتعمل او لا على حسب ديبندنج على ايه. اتس نوت روتين، اتس نوت روتينلي دان، بتعمله لو انديكيتد يعني هي عندها انفكشن فانت عايزه تشوف، عايز تشوف الشكل الدشارج ده ايه، ده ترايكومونس ولا كانديدا ولا شكلهم ايه ولا سكيب ولا ايه، يعني الكانديدا هلاقي الدشارج شكله ايه وايت تشيزي وهي هتقول ان هو انشي سكانتي ولا سكانتي اودرلس ولا اودرلس. طب اعمل لها ايه؟
هي جايه في فيرست تراماستر وعندها كانديدا انفكشن كومن ولا نوت كومن؟ كومن كومن لان هي بريجننت والايميونتي بتاعتها قليله. عامل لها ايه يعني؟ لوكال لوكال انتي فانجل اللي هو زي اسكونازولز او ميكونازولز او كده لوكال. طب ينفع دي سيستميك؟ لا 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 في عشان هي في فيرست تراماستر لا عشان ايه اول ثرو اول ثرو البريجننسي ما ينفعش ان انا ادي انتي فانجل لانه كل البريجننسي ما ينفعش انك انت تدي. طيب افرض ان هي جايه لك بديسشارج تاني جرينيش واوفنسيف واكسسيف ومالادرس بس مش ايتشي ها كتير الفاجينوز اللي هي اديها تريتمنت ايه؟ مترونيدازول لوكال ولا سيستميك؟ على حسب لو هي في فيرست تراماستر كده تبقى لوكال، لو سكند تراماستر او ثيرد يبقى ممكن ان انا اديها سيستميك. طب افرض ان هي ترايكومونس برضه ميترونيدازول بس بيبقى سنجل اورال دوز لو هي من اول سكند تراماستر، لكن لو هي في فيرست تراماستر برضه هديها لوكال. فلو هي يبقى احنا بنعمل بي في اكزامينشن لو بتشتكي مثلا من انفكشن، لكن لو بتقول لك مثلا لكوريا لا ده ترانسبيرنت وملوش اي اودر ولا بتاع ده طبيعي عشان الاكسسيف هرمونز اللي عندها، فممكن يبقى عندها نورمال فاجينال ديسشارج او اكسسيف لكوريا او كده. فبالتالي مش بعمل بي في اكزامينشن غير لو هي شي از كومبلينينج اوف بليدنج، عشان اعرف بليدنج ان ايرلي بريجننسي ده عباره عن ايه، ده السيرفكس اوبن السيرفكس كلوز ده ايه القصه بتاعتنا. فلو هي بتشتكي مثلا نزل عليها ميه كتير رابتشر اوف ميمبرنز، واحنا بنقول دايما رابتشر اوف ميمبرنز بيفور ذا ايج اوف فاليديتي از ا ساين اوف انيفيتابيليتي انيفيتابل ابورشن. يعني لو جاي لي 20 اسبوع بتقول نزل عليها ميه كتير خلاص دي بقت انيفيتابل ابورشن حتى لو لقيت السيرفكس بتاعها كلوز خلاص. فلو لقيت عليها يعني حاجه ابنورمال هو اللي بنعمل البي في اكزامينشن، مش عشان هو كونترا انديكيتد، عشان هو يعني مش روتيني ده مش محتاج مش هيزود لك حاجه. يعني انت كفايه قوي بالالترا ساوند والبريجننس تيست والابدومين اكزامينشن، انت عرفت كل حاجه انت عايز تعرفها، انت عرفت هي حامل في قد ايه وكل حاجه، مش لازم نعمل لها بي في وباي مانوال اكزامينشن الا لو في حاجه هي بتشتكي منها فساعتها بتعمل لها بي في، لانه ما فيش اي حاجه حتى هتاخدها بالبي في اكزامينشن اكسترا عن الابدومينال اكزامينشن الا لو هي بقى بتشتكي من بليدنج فانت عايز تشوف السيرفكس كلوز ولا اوبن، بتشتكي من انفكشن فعايز تشوف شكل الانفكشن ده ايه، بتشتكي من رابتشر اوف ميمبرنز فانت عايز تتاكد فعلا هي رابتشر اوف ميمبرنز، تعمل نايتريزين بيبر تيست، تعمل اميو شور تيست، يعني انك انت يعني حلو الموضوع مش كده لا هو تجميع، ما بتحسيش انك انت اخذتي اي كلمه جديده، هو احنا بنجمع كل الحاجات اللي اخذناها يعني قبل كده. في سؤال في الدياجنوزس اوف بريجننسي؟ دكتور هو الريسك بتاع البي بي هو تقريبا شبه الريسك بتاع الترانس فاجينال الترا ساوند تقريبا، لان انت برضو بس خلي بالك البي في اكتر، ليه البي في اكزامينشن اكتر من الترانس فاجينال سونوجرافي؟ عشان هنا بحس السيرفكس بالظبط كده السيرفكس، وانت عايز تشوف كمان باي بي في بيبقى دايما تمت انك انت تعمل ترانس سيرفايكال مش بس ترانس فاجينال اكزامينشن، انت ترانس سيرفايكال عشان تعرف السيرفكس ده كلوزد ولا اوبن. طب ولو هو اوبن ايه البريزنتنج بارت؟ مش ده اللي احنا بنعمله باي بي في، هو ده الهدف من البي في اكزامينشن. عشان كده مثلا في البليدنج الليت بريجننسي اللي هي بلاسانتا بريفيا كونترا انديكيتد انك انت تعمل لها بي في اكزامينشن لحسن انت اللي تنديوس سيبريشن اوف ذا بلاسانتا اللي هي موجوده بريفيا او موجوده على اللور يوتران سيجمنت. لكن ترانس فاجينال سونوجرافي لا، ممكن ان احنا بنعمله عشان نديتيرمن قد ايه البلاسانتا از فار فروم ذا انترنال اوس، لان ده هيبقى مور اكوريت عن الترانس ابدومينال، فتعرف هي لو اكتر من 2 سم تبقى لاترالس، لكن لو هي اقل من 2 سم البوردر بتاعها لا بالظبط كده مارجيناليس او انكمبليت سنترالس او كده، فتقدر تقول اذا كانت هتولد سيزاريان ولا ممكن تولد فاجينال لو هي كانت لاترالس. في سؤال يا دكاتره في الدياجنوستس اوف بريجننسي؟ نيجي بعد كده، ده موضوع لطيف قوي لانه كلكم كجي بيز لازم تبقوا عارفين ايه هي الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي. يعني نورمالي ايه التشينج اللي هي لما تقولها لك حصل لها، او الكومبلين اللي لما تقوله لك تقول لك عندي هارت بيرن فظيع انا مش بعرف ان انا انام من الهارت بيرن ده، عندي مثلا امسز، يعني انا يعني لما تقول لك الكومبلين ده تقولها عادي يا مدام انت حامل، ولا تقول لا 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 this is abnormal and we need to have investigations and treatment. فالفيزيولوجيكال تشينجز اللي هي النورمال تشينجز ديورينج بريجننسي ار فيري امبورتنت ان انتوا تبقوا عارفينها سواء كـ جي بي سواء للريلاتيفز، يعني طالما انت دكتور ما ينفعش ما تبقاش عارف الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي. ايه هما الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي؟ طبعا اكتر اورجنز هيحصل فيها تشينجز ديورينج بريجننسي هو الجينيتال اورجنز سواء اليوترس والبادي والسيرفكس والفاجينا والفالفا والبريست، لان البريست ده از جينيتال اورجن، فهم دول يعني الماكسيمم تشينجز هتحصل في اليوترس. يعني اليوترس العادي الجينيكولوجي الدايمنشن بتاعه الجينيكولوجيكال اليوترس قد ايه ده كده؟ 1 × 2 × 3 انشز، يعني 2.5 × 5 × 7.5 سم حاجه صغيره جدا خلاص. لكن في البريجننسي ات فول تيرم حد يعرف طول اليوترس بيبقى قد ايه؟ البادي اوف ذا يوترس بيبقى قد ايه؟
تقريبا 35 سنتي طبعا يعني ده جميل جدا يعني التفكير منطقي جدا مش احنا بنقول بالسنتي ولحد 36 اسبوع يبقى هيبقى 36 اهو 35 سنتي 36 هو ده طول اليوترس كويس ات فول تيرم ان هو انتوا متخيلين يعني بعد ما كان 7.5 سنتي بقى 35 يعني زاد قد ايه طب وزن اليوترس الجاينيكولوجي لو وزننا اليوترس جاينيكولوجي كده بتاع واحده ست تقريبا 50 جرام 50 جرام تخيل يعني 50 جرام يعني اصغر من الشوكولاته صغير قوي قوي يعني طيب وزنه بقى واحده فول تيرم كيلو 1000 جرام يعني طبعا لان بيحصل هايبرتروفي هايبربليزيا وايديما وكلام من ده عشان الاستروجين والبروجستيرون كده فالمايوميتريال فايبرز بتبقى فيها هايبرتروفي عشان يستحمل الكونتنتس كلها بتاعه البيبي والميه والبلاسنتا والحاجات دي كلها فبالتالي اليوترس اكتر حاجه جينيتال اورجنز فيزيولوجيكال تشينج هيحصل فيها تغيير اليوترس كويس واليوترس هنا بينقسم لأبر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت ايه هو الابر يوتراين سيجمنت وايه هو اللور يوتراين سيجمنت الابر يوتراين سيجمنت يا دكاتره اللي هو البادي اوف ذا يوترس اللور يوتراين سيجمنت اللي هو السبوزد ازمس كويس اللي هو الحته بتاعه الازمس بتاعه السيرفكس دي اللي هي اصلا فورمد اوف تو ماسل لايرز بس اللي هي الاوتر والانر لكن ما فيش الانترميديت كريس كروس فايبرز لكن الابر يوتراين سيجمنت ده البادي اوف ذا يوترس اللي هو فيه الاوتر لونجيتودينال والانر سيركولر والميدل كريس كروس فايبرز فده الابر يوتراين سيجمنت وده اللور يوتراين سيجمنت يبتدي يحصل فورميشن اوف upper and lower uterine segment او discrimination between the upper and lower uterine segment تقريبا عند 24 اسبوع وبيبقى الازمس ده اساسا 2.5 ملي يبتدي يكبر عشان يطول لك اللور uterine segment لحد at full term اللور uterine segment طوله بيبقى 10 سم طوله بيبقى 10 سم فانتم متخيلين اللور يوتراين سيجمنت ده بيكبر قد ايه طوله بيبقى فعلا 10 سم واللور يوتراين سيجمنت ده هو اللي احنا بنعمل فيه لور سيجمنت سيزارين سكشن احنا بنقول بنعمل لور سيجمنت سيزارين سكشن عشان نفتح في الاثنين ماسل لايرز دول بدل ما افتح في كلاسيكال في الثلاثه ماسل لايرز فلما انا افتح في جاست اثنين ماسل لايرز هيبقى اسهل ان انا اريبير واعمل بروبر كوابتيشن اوف ذا ايدجز من غير ما يحصل فيها هيماتوما فورميشن او يحصل انفكشن او كده بلس ان اللور يوتراين سيجمنت برده البريتون از لوزلي ادرنت الفيسرال بريتونيوم از لوزلي ادرنت فتقدر انك انت بعد ما تخيط اللور يوتراين سيجمنت تعمل بروبر بريتونايزيشن او تغطيه بالبريتون تاني فبالتالي ما يحصلش ادهيجنز عليه ويبروموت الهيلينج لكن لو انت عند الابر يوتراين سيجمنت هو الفيسرال بريتونيوم از فيرملي ادرنت فانت ما عندكش بريتون بعد ما تخيط الابر يوتراين سيجمنت انك انت تعمل بريتونايزيشن فسهل قوي ان الانتستين تيجي تعمل تقادير عليه ويحصل لك انتستينال ادهيجنز والريبير بتاعنا يبقى فيه مشكله فعشان كده دايما بنعمل لور يوتراين سيجمنت طب السكار سترونجر في اللور يوتراين سيجمنت ولا في الابر يوتراين سيجمنت اللور لان احنا قلنا بروبر كوابتيشن للادجز مفيش هيماتوما فورميشن مفيش انفكشن في بروبر بريتونايزيشن فسترونجر سكار في اللور يوتراين سيجمنت فالانسنس اوف رابتشر لللور يوتراين سيجمنت اقل بكثير من الابر يوتراين سيجمنت ده الابر يوتراين سيجمنت 10 تايمز الانسنس اوف رابتشر يعني اللي هو لو جات لك الست بتقول لك انا كنت عامله قبل كده كلاسيكال سيزارين سكشن او عامله سيزارين سكشن مش عارفه كانت ابر ولا لور لقيت الريبورت بتاعها مكتوب انها كلاسيكال سيزارين سكشن كلاسيكال يعني فيرتيكال ابر سيجمنت سيزارين سكشن على طول ما بتديهاش chance for be back vaginal birth after cesarean بتعمل لها cesarean section لان الانسنس اوف رابتشر ممكن يوصل ل 10% لكن لو هي عامله لور يوتراين سيجمنت جايبه لك الريبورت ان هي لور سيجمنت cesarean section عادي جدا الانسنس اوف رابتشر ده 0.1 فبالتالي بتديها chance for vaginal birth after cesarean section او be back فعشان كده دايما لما بنشتغل cesarean section بنعمل لور سيجمنت cesarean section ما بنعملش upper segment cesarean section عشان scar is very weak فمش هقدر ان انا اولدها طبيعي بعد كده لازم تولد cesarean section امال امتى الانديكيشن اوف upper segment او vertical او classical cesarean section لو في cervical myoma مثلا placenta pedia ولا placenta accreta بالظبط placenta accreta per creta اللي هي placenta لازقه على placenta previa accreta لازقه على lower uterine segment فبالتالي انت كده كده planning for cesarean hysterectomy فبتفتح upper segment عشان تبقى بعيد عن placenta وبعيد عن اي bleeding لان لو انت فتحت through the placenta هيحصل bleeding طب ليه بقى انت كده كده هتشيل اليوترس فبتفتح upper segment تطلع البيبي وبعدين تروح عامل hysterectomy بالplacenta اللي جوه ما تعملش اي attempt of separation لان الattempt of separation دي هي اللي ممكن تعمل لنا severe bleeding غالبا يعني لو هي حصل لها رابتشر يوترس غالبا كانت عامله قبل كده كلاسيكال سيزارين سكشن وابتدى ان هو يجي لها يوتراين كونتراكشن على الكلاسيكال سيزارين سكشن اوكي في سؤال هنا امبارح جالنا امبارح كنت انا حوادث انقول معاهم في الحوادث فكلموني على ابدامنال بريجننسي اللازق على الانتستين
طبعا اكستريملي رير يعني انا هيرد اوف اول مره اشوفها يعني عشان ما تقولش ايه ده قائم لا ده مش قائم ده انا اول مره في حياتي اشوف ابدومينال بريجننسي لازقه على انتستين فطبعا الايج كبير يعني فندم 20 اسبوع ابدومينال بريجننسي واصله ل 20 اسبوع لان في سبيس فهي كبرت فابدومينال بريجننسي واصله ل 20 اسبوع ولازقه على انتستين لوكس اوف انتستين تعملوا لها مانجمنت ايه بنسيب البلاسينتا اباراتومي اند فندم نقطع بنسيب البلاسينتا ونديها البلاسينتا هي طبعا ابتدى ان يجي لها انفيجن يعني هو كان هي جايه بنيرلي شوت الكترولايت ديستربنس لانه بيحصل الفلويد ليكج بتاع الانتستين ده في عندها سايتس لانه البلاسينتا عملت انفيد جوه الانتستين عشان مش كده ولا ايه فهو ده فتعملوا لها ايه ريسكشن انستوموزس بالبلاسينتا الحته اللي فيها البلاسينتا لازقه على اللوكس اوف انتستين دي احنا محتاجين ان احنا نشيلها بالبلاسينتا هل سيبريت البلاسينتا الاول وبعدين لا هيحصل لها سيفير بليدنج ومش هعرف ان انا اعمل اي حاجه خالص حتى انا كان كلامي معاهم ان هو ده الجراحه هو لازم يفتحه ماشي احنا لسه عشان ست حامل بس انا مش هعمل اي حاجه انا حتى اخري هشيل البيبي لكن البلاسينتا حتى مش هعرف اشيل ما ينفعش ان انا اشيل فهم اللي لازم يعملوا يعني يشيلوا الانتستين بريسكشن انستوموزس وبعد كده بقى لو حصل ليك لو حصل مش عارف ايه كده البوست اوبريتيف لازم يبقى طبعا كورليشن دكتور ليه ما تسيبوش يكمل نسيبه يكمل ازاي اذا كانت هي من دلوقتي ابتدى مع البلاسينتا بتانفيد عشان تاخد بروبر بلاد سبلاي للبيبي ده انفرا ده الانفايرمنت ده مش هيلثي انفايرمنت فبالتالي البريجننسي نفسه وي نيفر بي هيلثي بريجننسي مش كده ولا ايه هو الحل الوحيد اللي مش يكمل هيلثي يكمل الستيج يعني متاخره اكتر من الفيرست تريمستر عشان عندك سبيس مش ان انت اللي سبته يكمل انت يو ميس دياجنوزت لو هي هو كان دياجنوز من بدري ان هي دي ابدومينال بريجننسي كنا عملنا لها ترمينيشن من بدري لان اي اكتوبيك ايكوال ترمينيشن لكن مش معنى اكتوبيك في الابدومين يبقى ان احنا نسيبه لا مش هنسيبه لان البلاسينتا هتجرو في حتت طبعا غريبه هتكريب او تاخد بلاد سبلاي من وتعمل لها ديستربنس للفايتال يعني الست هي اللي ممكن تموت ماشي فبالتالي اي اكتوبيك بريجننسي لازم تو بي ترمينيت بس للاسف الابدومين بريجننسي عشان ممكن يكونتينيو الوقت متاخر فهو عشان سبيس يعني فممكن ما يبقاش دياجنوزد ايرلي يعني هي شي واز دياجنوزد ان هي جايه لنا نيرلي شوكت فهم مش هي ست حامل بالنسبه لهم الاهل ان هي حامل عادي بس مش عارفين جرالها ايه فاحنا بنعمل الترا ساوند لقينا انه البلاسينتا مش اليوترس امتي والبلاسينتا هي اللي باينه وفي اسايتس ومش لازقه على ليفر مش لازقه على حاجه في حوالين هي على الانتستين وفي فلويد موجود او اسايتس موجود بس عشان نبقى ما هو الاكتوبيك يعني ايه موستلي فين يعني في التوبل تشوبل اكثر من 99% تشوبل هل التوب يتماي اكوموديت بريجننسي لحد 20 اسبوع مش ممكن فبالتالي دايما بيحصل لك ديستربنس للاكتوبيك في التوب البريجننسي بدري مش حتى عمره في الفيرست ترمستر في حاجات عمره ما هيكمل اكتر من كده ابدا لان هو لازم هيحصل رابتشر او ديستربنس لهذا الاكتوبيك طيب نرجع للفيزيولوجيكال احنا بنتكلم على الفيزيولوجيكال تشينجز وقلنا اول تشينج اكتر تشينج طبعا في اليوترس واليوترس ده عندنا ابر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت وقلنا ان السكار بتاعه اللور يوتراين سيجمنت دي سترونجر سكار عن الابر يوتراين سيجمنت عشان كده دايما بنعمل لور سيجمنت سيزارين سكشن طبعا برده السيرفكس والفاجينا والفالفا هيحصل لهم تشينجز هيبقى مور اديمتس عشان البروجستيرون والسكريشن وكده فاسكولاريتي هتنكريز كويس ممكن يبقى في فاريكوستس حتى تبان في عند الفالفا بحيث عشان الستيزس اللي حاصل في الفاسلز الريلاكسيشن بتاعه البروجستين والريلاكسين هرمونز فبالتالي ممكن يبقى في فاريكوستس وطبعا يبقى في بلاد سبلاي اكتر او كونجشن اكتر او انكريز فاسكولاريتي وهوتنس وكده في المنطقه بتاعه الجينت عليه طيب البريست ايه التشينجز اللي هتحصل فيه هل في تشينجز في البريست ديفينتلي هيبقى عندنا الاريولا والنيبل هيحصل هايبر بيجمنتيشن في الاريولا والنيبل كويس وبعدين ممكن ابييرنس اوف حاجه اسمها سيكندري اريولا ايه سيكندري اريولا ده انه بيبقى حوالين البرايمري اريولا هيحصل فيه زي بيجمنتيشن ثانيه كده او بنسميها سيكندري اريولا فدي من ضمن التشينجز اللي ممكن تحصل لنا في البريست ده طبعا التشينجز اللي احنا قلنا عليها دلوقتي في اليوترس
فصل اريلا وبعدين ابييرنس اوف سيكندري اريلا وهايبر بيجمنتيشن للنيبل والاريلا كويس. والهايبر بيجمنتيشن ده نتيجه للميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. وممكن يبقى ابييرنس اوف حاجه اسمها مونجومري تيوبركلز هنبص عليها لما يفتح تاني. مونجومري تيوبركلز دي دايليتد سيبيشس جلاندز. عشان لما تجيلك الست وتقول لك انا عندي حاجات كده طالعه على الاريلا كويس ده لازم انك انت تشوف اذا كان دي فعلا محتاجه انك انت تحولها مثلا جراحه او كده او دي حاجه ابسيسيز دي ماسس دي محتاجه يتعمل لها حاجه ولا دي جاست مونجومري تيوبركل بتاعه الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي. فالتشينجز اللي هتحصل في البريست يا دكاتره اللي هو الاريلا اند نيبل وابييرنس اوف سيكندري اريلا وهايبر بيجمنتيشن اوف ذا اريلا اند نيبل. ودي من التشينجز اللي هي بتبقى بيرمننت بمعنى ان كل الفيزيولوجيكال تشينجز اللي هنتكلم عليها دي وانس بعد البيبوليوم كله ريتيرن باك تو نورمال ما عدا الهايبر بيجمنتيشن بتاعه النيبل والاريلا. حتى عشان كده ساعات بتعرف الست دي وانت بتعملها اكزامينيشن البريست اذا كانت حملت قبل كده ولا لا. لو لقيت فيه هايبر بيجمنتيشن للنيبل اند اريلا هي حملت قبل كده. لو لقيت ان هي بينكش يبقى كده هي ما حملتش قبل كده لان الفيزيولوجيكال تشينجز كلها بتريتيرن باك تو نورمال في البيبوليوم ما عدا البريست اللي هي الهايبر بيجمنتيشن بتاعه البريست. لكن طبعا المونجومري تيوبركلز بترجع تاني الدايليتد سيبيشس جلاندز دي ما بتبقاش موجوده. برده ممكن ان هي يحصل لها اكسبريشن ليه زي سكريشن من البريست اللي هو كولوستروم سكريشن ده ممكن يبتدي يحصل عند الاسبوع 16 او في الشهر الرابع يبتدي ان هو يحصل لها يعني اكسبريشن اوف ديسشارج او جالاكتوريا. فدي من الحاجات هقول لها عادي يا مدام طالما ان احنا دلوقتي في الشهر الرابع او كده طبيعي ان هو يحصل لنا شويه discharge او colostrum secretion او اللي هو جالاكتوريا ممكن ان هو تبتدي تحصل. فده التشينج هتلاقيها كده المنظمه بتشبركلز يا طارق. فده بالنسبه ليه التشينجز اللي ممكن تحصل لنا في البريست بعد ده. عشان الانكريز فاسكولاريتي بتاعه السيرفكس ساعات بيحصل لنا حاجه اسمها هرمونال ايروجن. فاكرين الايروجن كان في عندنا انفلاماتوري ايروجن وفيه كونجنتال ايروجن فيه هرمونال ايروجن لو هي ماشيه على او سي بيز عشان الليفلز بتاعه الاستروجين العاليه او لو هي حامل. فلو هي حامل برده ممكن يحصل لنا هرمونال ايروجن وبنسميه شاد ساين هيبقى فيه هايبر فاسكولاريتي وكونجشن وبلوج ديسكولاريشن بتاع السيرفكس حتى ممكن الاقي فيه هرمونال ايروجن. فده بالنسبه للتشينجز اللي بتحصل في الجينيتاليا. ممكن كمان ان انا بلاقي changes اللي بتحصل في البريست هنا يا دكاتره كويس ان هو الهايبر بيجمنتيشن بتاع النيبل والاريلا اللي هي من changes البيرمنت اللي هتفضل موجوده والمونجومري تيوبركلز. دول المونجومري تيوبركلز اللي هو هتلاقي زي تيوبركلز كده موجودين في الاريلا نتيجه للدايليتد سيبيشس جلاندز. وممكن الاقي بعد طبعا دي بعد البريجنسي هيرجع باك تو نورمال. والسكندري اريولا برده مش هتبقى موجوده لكن الدارك بيجمنتيشن بتاعه البرايمري اريولا ان نيبل هي دي اللي هتريمين معاها على طول. فده البريست تشينجز اللي ممكن تحصل بلس السكريشن او الجالاكتوريا اللي هي من الشهر الرابع. طبعا السكن برده عشان الام اس اتش او الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون اللي بقى عالي فممكن الاقي عندها زي لينيا نيجرا لينيا نيجرا اللي هي الخط اللي هو اسود كده في النص بنسميه لينيا نيجرا على بطنها. وبنلاقي ستريتش ماركس على الجناب نتيجه للستريتشنج بتاع الابدومن والالاستين والكولاجين بتاعها. فممكن قوي انك انت بتلاقي ستريتش ماركس باينه وبنسميها ستراي جرافيديرم ماركس كده وجرافيديرم لان هي ديورينج بريجننسي. الاول بيبقى لونها بينكش وبعدين بعد كده بعد ما تولد بيبتدي ان هو يحصل لها هيلينج او بيبقى اللون بتاعها وايتش فما بتبقاش اوبفيوس او باينه قوي. فالستراي جرافيديرم دي عادي ان احنا نشوفها الستراتش ماركس على القدم بتاعتها. لينيا نيجرا برده دي من ضمن النورمال تشينجز ما نتخضش منها. يعني ممكن يبقى عندها كلوازما اوف بريجننسي وزي مال الفلاش زي بتاع ايه طبعا مش في النساء بس لوبس مايترستينوزس بيبقى عندهم مالو فلاش مش كده مش في النساء يعني بس يعني عشان ما تخدش بقى ايه ده كلوازما اوف ايه انت عندك مايترستينوز ده روحي عادي ان هو يبقى عندهم زي كلوازما اوف بريجننسي حتى بنسميها كلوازما اوف بريجننسي او كلوازما جرافيديرم لان هي نتيجه الحمل. فدول السكين تشينجز اللي ممكن يحصلوا لينيا نيجرا ستريتش ماركس الكلوازما اوف بريجننسي كويس. برده في تشينجز ثانيه ان ممكن تلاقي عندها لور لمب اديما
نتيجه جرافيتيشنال اديما في طبعا سولت اند ووتر ريتينشن عشان بروجستيرين. بروجستيرين ايفكت بتاعه ان هو بيعمل لنا ووتر ريتينشن. فتلاقي ان هي عندها اديما بالذات في الانكل نتيجه الايفكت اوف جرافيتي، وكمان كومبريشن للجرافيت يوترس. كل ما اليوترس ده يكبر كل ما يكمبرس على الليمفاتكس والفينس ريتيرن، فيبقى عندها برده لور ليمب اديما. فبتقول لها ان هي تنام وترفع رجليها على حاجه اجنست جرافيتي بحيث ان هي الاديما دي تبقى ريزولد. بس لازم ان انا افرقها ان هي ما تكونش مثلا ضغطها عالي عشان ما يكونش بي اي اتش والبيمينوريا ومعاها اديما. فهو العادي طبعا مور كومن ان هي تبقى فيزيولوجيكال اديما بتاعه البريجننسي، لكن لازم افرقها ان هي ما تكونش حاجه باثولوجيكال نتيجه لبي اي اتش او حاجه زي كده. عادي جدا ان يبقى عندهم باك بين نتيجه لللامبر لوردوزس اللي موجوده، وبرده ريلاكسين والبروجستيرون بيعملوا ريلاكسيشن للليجمنتس بتاعه الباك والسباين. فبالتالي تلاقيها ماشيه باللامبر لوردوزس او سبيسيفيك جيت كده بتوع الحوامل، وممكن تقول لك ان عندها باك ايك نتيجه للليجمنتس الريلاكسيشن بتاع الليجمنتس. فطبيعي قوي ان الست الحامل بالذات مع البريجننسي كل ما يتقدم ان يبقى عندها باك ايك. فتقول لها ان هي تاخد راست وتنام على حاجه ناشفه، ما تبقاش الحاجات يعني المرتبه بتاعتها تبقى ناشفه او كده، بحيث ان هو الباك ايك ده يعني يقل شويه بالنسبه لها. لكن ده نورمال تشينج، نورمال فيزيولوجيكال تشينج ديورينج بريجننسي. في سيستم بقى كل السيستمز بتاعتنا من اول الجي اي تي سيستم، الريسبيراتوري، الكارديك، الاندوكراين سيستم، كل دول برده بيحصل فيهم تشينجز. ايه التشينجز اللي ممكن تحصل في الجي اي تي سيستم بتاعها؟ الاميسيس جرافيديرم النوزيام فومتنج ديورينج بريجننسي، او الاميسيس جرافيديرم، او المورنينج سيكنس، ده عادي جدا. عادي برده ان يحصل لها هارت بيرن كويس نتيجه ليه الريلاكسين هرمون والبروجستيرون بيعملوا ريلاكسيشن للكارديك سفنكتر، فبيحصل ريجورجيتيشن شويه للاف سي ال بتاع الاستمك فيعمل لها هارت بيرن. فبرده تقول لها ان تاكل سمول فريكوينت ميلز، ما تاكلش وتنام على طول، تنام 45 درجه بحيث ان احنا نقلل بس الهارت بيرن. ممكن تديها حاجات انتاسيدز وكده عشان الهارت بيرن اللي هي حاسه بيه، بس ده طبيعي اللي هو المورنينج سيكنس، الهارت بيرن، كونستيبيشن عشان برضو الريلاكسيشن بتاع الانتستين. فعشان كده بتبقى مور برو ان يجي لها كونستيبيشن. فتقول لها انها تاخد حاجات فلويد وحاجات فيها فايبرز وكده عشان الكونستيبيشن. ادي لها اسمهم ايه دول، لاكسيتيفز. اللاكسيتيفز زي ما هتستيميليت الانتستين الموتيليتي، ممكن يبقى ريفلكتد على اليوترس ويستيميليت اريتيشن لليوترس. ف يعني فممكن يعمل لها زي بينز او في اليوترس او اريتيشن لليوترس. عشان كده مش بنلجا لللاكسيتيفز غير يعني متاخر قوي، بتكون قايل لها عشان هي تبقى فاهمه، ما تقعدش بقى تاخد، فتبقى فاهمه ان ده زي ما هيعمل لك الانقباضات في الامعاء. ممكن برده يحصل انقباضات في الرحم يا مدام، احنا ما بناخدوش غير لو كنا محتاجينه قوي. عشان كده حتى من ضمن البريباريشن بتاع البريجننسي بتقول لها اعملي انما عشان الانتستينال موشنز وكده، ممكن ان هي تعمل لها ستيميليشن لليوتراين كونتراكشنز. فده بالنسبه للجي اي تي تشينجز اللي ممكن تحصل، سواء عندنا المورنينج سيكنس اللي بيحصل، سواء عندنا الهارت بيرن، الكونستيبيشن. فكل دي تشينجز ممكن تحصل في الجي اي تي سيستم بتاعنا. طيب اخبار الريسبيريشن ايه بتاعتهم؟ هل بيبقى في تشينج في الريسبيراتوري سيستم؟ هايبر فنتيليشن عشان برده البروجستيرون كويس، هو بيعمل ايفكت بتاعه ان هو بيعمل لنا هايبر فنتيليشن. بيبقى بتلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعهم زاد شويه، فبيبقى فعلا عندهم هايبر فنتيليشن. كمان البروجستيرون ليه ثيرموجينيك ايفكت، فاكرين الثيرموجينيك ايفكت بتاع البروجستيرون في الاوفيليشن؟ كنا بنشوف الباي فيز بيزل بادي تمبرتشر تشارت ده لو هي ايه اوفيلاتري. طب امال بقى لو مش بس اوفيلاتري وكمان حصل لها بريجننسي، انتوا متخيلين كميه البروجستيرون هتبقى قد ايه في جسمها؟ هتبقى اكتر من كام؟ اكتر من 10 نانو جرام بير ملي لتر. منطقي، لان احنا قلنا الاوفيليشن كويس اقل من 3 نانو جرام بير ملي لتر، دي ميد ليتيل بروجستيرون، دي مش اوفيلاتري. من 3 ل 10 دي ليتيل فيز ديفكت، اكشلي دي ست حامل وحامل وحامل يعني، فاكيد هيبقى اكتر من 10 نانو جرام بير ملي لتر. عمرنا ما بنقيس طبعا بروجستيرون ديورنج بريجننسي لانه مالوش يعني، ما هو اكيد هيبقى عالي يعني. طيب ده بالنسبه للريسبيراتوري. طب الكارديك تشينجز، هل في كارديك تشينجز هتحصل؟ هايبر دايناميك سيركيوليشن، هيحصل لها هايبوتنشن عشان بلاد بريشر ايكوال لكارديك اوتبوت تايمز توتال بريفرنسز. والكارديك اوتبوت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الهارت فوليوم مع الهارت ريت، والهارت ريت زاد والستروك فوليوم زاد، فالكارديك اوتبوت زاد. بس ديكريس في البريفري ريزيستنس كان قليل قوي قوي نتيجه للبلاسنتال سيركيوليشن. فبالتالي ات دي اند البلاد بريشر قل، ده لسه كنا قايلينه في الميديكال ديز اوردرز خلاص. وبرده الايبكس اوف ذا هارت بدل ما كان في الفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولر لاين هيبقى في الفورس، هيطلع لفوق عشان البريجننسي، واوتسايد الميد كلافيكولر لاين
فدي الكارديك تشينجز اللي هتحصل لنا ديورينج بريجننسي. طب اليورينري هيحصل فيه تشينجز في فريكوينسي. فريكوينسي هيحصل امتى؟ في اني تريمستر، في الفيرست تريمستر، عشان اليوترس لسه بالبيك اورجن برغم ان هو بيكبر، بس بيكبر بالبيك فهيعمل كومبريشن على اليورينري بلادر، فاليوترس فهيبقى عندها فريكوينسي. وكمان في الثيرد تريمستر لما يحصل انجيجمنت برده هيبقى عندها فريكوينسي. طب افرق ازاي بين ده وبين اليو تي اي؟ ما اليو تي اي عندهم فريكوينسي برده، هيبقى معهم ديسيوريا بالظبط كده، لكن هنا مش هيبقى فيه ديسيوريا، هو جاست فريكوينسي لكن من غير ديسيوريا، فطبعا هيبقى عندهم فريكوينسي. ممكن بعد كده عشان الستيزس والكمبريشن بتاع الجرافيت يوترس سبيشالي على الرايت يوريتر ممكن يعملها شويه هايدرونيفروزس، ناخد بالنا ان هي ما يجيلهاش اسيمتوماتيك بكتيريوريا او فايلونيفرايتس، والا كده لازم ان انا اعمل لها تريتمنت حتى لو هي اسيمتوماتيك بكتيريوريا. Endocrinal changes، الطبيعي ان الاستروجين بيزود السكس هرمون بايندينج جلوبولينز، بيأكت على ليفر وينكريز السكس هرمون بايندينج جلوبولينز او الهرمون بايندينج جلوبولينز اكتشلي كلهم. فبتلاقي ان هو التوتال فورم اوف اول هرمونز زي تي 3 وتي 4 والمش عارف الستيرويد كورتيزون كل الحاجات دي، التوتال بايندينج فورم زادت عشان البايندينج جلوبولين زاد من الاستروجين، لكن الفري اكتف فورم زي ما هي. وطبعا البايندينج فورم دي احنا محتاجينها لان دي هتبقى ريزيرف ريزرفوار، بحيث ان هي لو احتاجت مثلا تي 3 اكتر تي 4 اكتر كده ايميديتلي هيحصل ريليز من البايندينج فورم للاكتيف فورم، فده كانه ريزرفوار. فهي التوتال هرمونز كلها زادت لكن الفري اكتيف فورمز هتفضل زي ما هي، عشان كده لو هتيجي تقيس لواحده ست ومثلا بتريجوليت الثايرويد بتاعتها وتدي لها الفراكسن او كده، عمرك ما بتقيس التوتال، التوتال هتلاقيه كله زايد، فانت بتقيس الفري تي 3 الفري تي 4 او تي اس اتش طبعا عشان تريجوليت الدوز اللي انت بتديها له. فده بالنسبه للفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجننسي. في سؤال فيها دكاتره ممكن يجي لها شويه كرامبس عشان نتيجه لديكريس كالسيوم، تقول لها يا مدام اشربي لبن وخدي كالسيوم سبلمنتس وكلام من ده يعني، فده طبيعي انه برده يبقى عندها شويه كرامبس او حاجات زي كده. فده بالنسبه للفيزيولوجيكال تشينج. امال ايه بقى الانتينيتال كير؟ يعني ايه كلمه انتينيتال كير ويعني ايه انتينيتال كير بروجرام؟ هو في بروجرام للانتينيتال؟ ايه هدفه؟ ايه هدف ان انا بعمل متابعه حمل للست؟ هل بس للهاي ريسك بريجننسي بعمل متابعه حمل ولا للو ريسك كمان؟ لكلهم. ليه؟ عشان بالظبط هو بريفنتيف اوبستاتكس، هو اكشوالي الانتينيتال كير ده بروجرام فور بريفنتيف اوبستاتكس، زي ما قلنا بنعملها سي بي سي ويورين اناليسيز روتيني كل شهر، ده عشان نبريفنت ان هو يحصل لها انيميا، او لو جالها انيميا ابريدكت فيري ايرلي واعمل لها تريتمنت، ابريفنت يحصل لها مثلا اسيمتوماتيك بكتيريوري، او لو حصل لها يبقى ابريدكتد واعمل لها تريتمنت ايرلي. فهو الانتينيتال كير ده اتس بريفنتيف اوبستاتكس، فده بروجرام فور بريفنتيف اوبستاتكس بنعمله كل قد ايه الانتينيتال كير في اللو ريسك عادي؟ في الفيرست تريمستر كل شهر لحد السابع والسابع والثامن كل اسبوعين، وفي التاسع كل اسبوع. دول اللي هو الفيزيتس بتاعه الانتينيتال كير. طب في البوكينج فيزيت يعني ايه البوكينج؟ يعني الفيرست انتينيتال كير فيزيت اول مره تشوفها بريجننس تيست بوزيتيف مبروك يا مدام، بتعمل لها ايه؟ فيرست تريمستر كالتريشنت طبعا بناخد هيستوري اكزاميشن انفستيجيشن، هيستوري اللي هي عندك ميديكال ديز اوردرز الفاميلي هيستوري بتاعتها، في باست هيستوري، في حاجه دي في تي بتاعي، يعني تاخد الهيستوري بتاعها طبعا الفيرست داي اوف لاست منشر بيريد، وعشان تحسب لها بالنيجل فورمولا الاكسبكتد ديت اوف ديليفري وتعرف الجستيشنال ايج بتاعنا، يبقى ده هيستوري سواء بريزنت هيستوري او فاميلي هيستوري او باست هيستوري، هيستوري بتاعها. الاكزامينيشن ان هو بتعملها بس فايتال ساين البلاد بريشر والبادي ويت، هم دول اهم حاجه ان احنا بنعملها، بلاد بريشر ان هي ما تكونش هايبرتنسيف وده في ريتيرن فيزيتس برده، والبادي ويت عشان النورمال ويت جين جيرينج بريجننسي. هو قد ايه نورمال ويت جين جيرينج بريجننسي؟ اما 12 ل 14 كيلو، ومعظمهم في الكام؟ في السابع والثامن والتاسع، يعني في الفيرست تريمستر هي ما بتزيدش، هي ممكن تقل عشان النوزيا انفارتنج ما تاكلش، فيبتدي بقى من الشهر الرابع تزيد كيلو، على اخر الرابع شهر الخامس تزيد كيلو، شهر السادس تزيد كيلو، بمعنى ان هي هتخش السابع وهي زايده 3 كيلو بس يعني بس عشان نبقى واضحين، يعني مش بقى باكل ليا وللبيبي وحاجات، هو 3 كيلو بس في بدايه السابع خلاص، لكن الباقي بقى عشان تكوين البلاسنتا، والبلاسنتا بتبقى نص كيلو والميه كيلو ونص ومش عارف البيبي 3 كيلو ونص واليوترس بيبقى كيلو، يعني كل دول اللي هم الزيادات اللي هي بتبقى في السابع والثامن والتاسع. فده بالنسبه لل بنعملها في البوكينج البادي ويت، بنشوف وزنها وتقول لها انستراكشر تاكل ازاي وكلام من ده وسمول فريكوينت ميلز، ونعملها سبلمنتيشن في الفيرست تريمستر باي
فوليك اسيد بس اللي هو 400 مايكرو جرام عشان يبريفنت النيورولوجيكال ابنورماليتيز للبيبي. ففي الفيرست ترامستر فوليك اسيد، لكن بعد كده بعد ما تخلص الفيرست ترامستر بنديها ايرون كالسيوم ومالتي فيتامينز. لما بنديش الكالسيوم والايرون والمالتي فيتامينز فيرست ترامستر لان الايفكت بتاعه مش معروف قوي، لكن بتدي بس فوليك اسيد بعد كده اللي بتكمل بالحاجات الثانيه. الريتيرن فيزيتس بقى كل ما ادي لك كل شهر زي ما انتم بتقولوا لحد الشهر السابع وفي السابع وتابع من كل اسبوعين في كل اسبوع بتعمل ايه؟ طبعا في انفستيجيشن انت بتقول لها تعملها اللي هي سي بي سي انجيورين اناليسيس. بتعمل لها انت ايه بقى؟ بتشوف الفيتال ويل بينج. بمعنى يعني ايه فيتال ويل بينج؟ الترا ساوند؟ لا مال ايه فيتال كيك كاونت. فاحنا بسالها على وورنينج سيمبتومز. في warning symptoms ببقى أنا عارفهم قلقانة منهم. في الفيرست ترامستر هو في vaginal bleeding، في excessive nausea and vomiting. في السكند ترامستر بسألها على الquickening ابتدى إمتى وحصل إمتى. في الثيرد ترامستر بسأل على warning symptoms اللي هو headache, vomiting, blurring of vision, epigastric pain, right hypochondrial pain, perception of fetal movement, vaginal bleeding, rupture of membranes, way lower limb edema. فبتسألها على warning symptoms وتسمع البيبي. هل بنعمل ألترا ساوند في كل return visit اللي هو كل شهر وكل أسبوعين وكل أسبوع؟ لا. امال امتى بنعمل الترا ساوند؟ ثلاثه الترا ساوند، واحد في الفيرست ترامستر عشان عشان ولا دات وسنجل ولا مالتيبل، ده فيرست ترامستريك الترا ساوند. وبعدين سكند ترامستريك الترا ساوند عشان انومال سكان ده عند 20 24 اسبوع لان بيبقى كل الاورجنز اتكونت، فبالتالي اشوف اعمل لها انومال سكان. والثيرد ترامستريك الترا ساوند ده بنعمله عشان نشوف الجراس كيرفز بالظبط كده، هو افريج فور جيستيشنال ايج ولا سمول فور جيستيشنال ايج ولا لارج فور جيستيشنال ايج. فده بالنسبه للالترا ساوند بتاعك. طب امال ايه الانفستيجيشن؟ انا ما قلتش اي انفستيجيشنز هنا في البوكينج. ايه الانفستيجيشن تحب تعملها للعيانه للست وهي مش عيانه؟ ار اتش بالظبط. لو هختار واحد هو ار اتش. ار اتش هو ار اتش ده كريمنال. لو انت يديدين دو ان ار اتش فور واحده برايمي جرامدا واول مره تدي لك عشان تعرف هي ار اتش بوزيتيف ولا ار اتش نيجاتيف، فديفينتلي ار اتش بلاد جروب كويس ده في البوكينج. وطبعا بنعمل لهم بقى روتين كله سي بي سي عشان نشوف ديتكت انيميا ليفر فانكشن كيدني فانكشن تي اس اتش هيباتايتس ماركرز. يعني دول الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيرست ترامستر. طب في الريتيرن فيزيتس ايه الانفستيجيشن؟ سي بي سي اند يورين اناليسيس. طب اخبار الميديكيشنز والفاكسينز ايه؟ في الفيرست ترامستر بدي فوليك اسيد، في السكند والثيرد ترامستر بدي كالسيوم سبلمنتيشن كالسيوم وايرون ومالتي فيتامينز. فيتامين ده العادي يا فندم. فيتامين ايه تمام بنديه ولا فيتامين ايه؟ لا لان الفيتامين ايه انت بتقلق منه. يعني هو مش ريكومندد كسبلمنتيشن. هي في المالتي فيتامينز بيبقى في دوز صغيره من الفيتامين ايه هو ده الكافي بالنسبه لك. فده بالنسبه للروتين العادي لللو ريسك. لكن طبعا لو هي ماشيه على اي ميديكيشن فور اني ريزن هتفضل مكمله عليها الا لو حاجه لازم تتغير during pregnancy ده بعدك مثلا هتغير الانس او whatever. طب الفاكسينز اخبار الفاكسينز ايه during pregnancy؟ اللايف اتينويتد اخبارهم ايه؟ توتالي كونترا انديكيت. ما ينفعش ان هي تاخد لايف اتينويتد فاكسينز. فهي بتاخد يا اما كيلد فاكسينز كويس يا اما اللي هو الاميونوجلوبولينز كويس من باسيف ايمونايزيشن او كده. طب اخبار الكوفيد فاكسينيشن ايه؟ عشان الكوفيد فاكسينيشن حتى لو هي شيز بريجننت. بس احنا بنريكومند الحاجات اللي هي فيري سيف اللي هي قالوا لها فور تشيلدرن. احنا مش عايزين بس ان بروموت فور اني فورم اوف فاكسين، بس يعني حتى التشيلدرن بياخدوا نوع معين فبالتالي انت بتقول لها تاخد هذا النوع عشان ده اللي هو فيري سيف وما لهوش كومبليكيشن للاطفال. فبالتالي ممكن قوي ان هو الواحده بريجننت ان هي تاخده حتى في الفيرست ترامستر عادي تاخد التو دوزز وتاخد البوستر دوز اللي هي الثالثه لحد دلوقتي يعني وكله تمام ماشي. فده بالنسبه للفاكسينيشن. امال مين اللي دول كلهم للو ريسك؟ امال مين اللي بنقول عليها هاي ريسك بريجننسي؟ اي واحده ميديكال ديز اوردرز. هي داخله الحمل بميديكال ديز اوردر دايابيتك هايبرتنسيف كارديك ما اعرفش ايه حاجه عندها ميديكال ديز اوردر ثايرويد وحاجات من دي. ايه كمان؟ هي كبيره في السن. كبيره في السن يا اما ادم بتاعني يعني دخلت الحمل اول حمل ليها وهي عندها اكتر من 35 سنه فعندها هاي ريسك فور ميديكال ديز اوردرز فدي تعتبر هاي ريسك بريجنسي. او كانت جراند مالتيبرا. يعني ايه جراند مالتيبرا؟ يعني اكتر من بارا 5
اكثر من بارافايد لان اليوترس بيبقى مور لاس فايبراتيك وبرده هاير انسس اوف ماتيك ديس اوردرز كويس او عندها هي ريكيرنت اوبستريك كومبليكيشن زي ريكيرنت بريجننسي لوس مش عارف عندها بلاسينتا بريفيا عندها يعني اي حاجه اوبستريك كومبليكيشن يعني ايه ميديكال كومبليكيشن اوبستريك كومبليكيشن ايلدر برايمري او جراند مالتيفرا دول هاي ريسك بريجننسي يعني اعمل لهم ايه مور مور فريكوينت انتيجيتال كير بالذات تو جارد اجانست مثلا هي كارديك ما جيهاش بقى هايبرتنشن معاها انفكشن انيميا بتاع يعني بتبقى مور فريكوينت انتيجيتال كير والسبيشال انفستيجيشنز اللي انتوا بتعملوها. في سؤال يا دكاتره؟ كده نبقى خلصنا موضوعنا النهارده وخلصنا الاوبستريكس الحمد لله. عقبالك جاينيكولوجي وهتاخدوا الاجازه.